وانا بس هستأذنكم في حاجة، الأسئلة هنخليها لآخر المحاضرة، اللي يجي على باله سؤال يكتبه. هيقدر ان هو يعني خلاص يمشي. اللي عنده مشكلة في اي حاجة انا ممكن اعيد المحاضرة كلها تاني، بس عشان يعني ما ضيعش وقت فهم المحاضرة من اول مرة. زي ما قلنا هنتكلم على الكاربال تونل سندروم، وبعدين very few slides على الذكر فانتينو سينوفيتس، وهنقول كده شوية different diagnosis of other causes of and hand pain. طيب definition of carpal tunnel syndrome هو entrapment أو compression of median nerve at the rest. حد يعرف الفرق بين entrapment and compression؟ لو حد يعني ممكن يكون فاهم الفرق بين الكلمتين ممكن يقول لنا ايه الفرق؟ طيب شكرا طبعا على ان انت يعني فكرت يا دكتور. لا هو بص انا عايزه يعني عايزه اقول لكم ان انتوا لو جيتوا كتبتوا كاربال تانل سيندروم، طيب ايه الديفينيشن بتاعه ودورتوا عليه هتلاقوا يعني سورسز كتير جدا قايله انه كاربال تانل سيندروم ده كومبريشن اوف ذا ميديان نيرف ات ذا ريست. هو الحقيقه الكلمه الادق من كلمه كومبريشن هي كلمه انترابمنت. ليه؟ عشان entrapment معناه النيرف او الستركتشر اللي حصل له entrapment entrapped by anatomical structure. مفهوم الفرق ولا لا؟ compression ممكن باي external force، يعني لو العيان ده مثلا حد مسكه من ايده جامد وعمل compression ممكن يعمل له acute median nerve injury او trauma. اوكي، لكن entrapment by definition النيرف compressed the anatomical structure. Okay. طيب احنا بنقول عليه carpal tunnel syndrome، يبقى مفروض اول حاجة نعرفها او نفهمها هو التونل ده ايه. خلاص ايه الفيجنز اوف ذا تونل؟ بصوا يا دكاترة احنا يعني علشان قصة الريدندنس المفروض يعني المحاضرة دي لو كاملة المفروض ان احنا اول ما نبتدي anatomy of the median nerve. اوكي، مش نبتدي بالباثولوجي او الديزيز، بس علشان قصة الريدندنس وانه المفروض لا خلاص يعني انتوا عارفين ايه هو الاناتومي والفيسيولوجي اوف ذا نيرف سيستم فما بنكتبش الكلام ده. بس ده مش معناه ان انت يعني ينفع ان المحاضرة دي تقول على نفسك ان انت ذاكرتها. يا جماعه اللي فاتح المايك يقفله بعد اذنكم. مش معناه ان انت ما ينفعش ما تبقاش عارف هو الميديان نيرف روت فاليو ايه. طيب هو الميديان نيرف يعني ايه وات فورم ذا ميديان نيرف فروم ذا بريكيال بلكسس. يعني تمام، يعني انا بالنسبه لي لو هسال حد على حاجه ليها علاقه بالكاربال تانل انا مش هقول له قول لي الديفينيشن اوف كاربال تانل الاول، لا انا هقول له طيب هو معلش الروت فاليو اوف ميديان نيرف ايه وقول لي كده الكورس اوف ميديان نيرف او جاي منين من البريكيال بلكسس. اوكي، الاناتومي اوف ذا كاربال تانل هو بيتكون من روف وفلور وكونتنت. الروف اوف ذا تانل الفلكسر ريتيناكولم او حاجه اسمها الترانسفيرس كاربال ليجامنت، الاثنين اولموست نفس المعنى. الفلور الكاربال بون. طيب هو ايه الان بتوين واللي بيحصل له انترابمنت؟ الان بتوين وبيحصل له انترابمنت ميديان نيرف وناين تندن. اوكي، طبعا ما فيش حاجه اسمها انترابمنت اوف تندن، يعني هو الانترابد في التانل اللي هو المفروض الميديان نيرف، بس هو برضو الكونتنت اوف ذا تانل مهمه. هما ايه؟ الناين تندن، التندن اوف فلكسور بولشس لونجر، وفور تندن اوف فلكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، اند فور تندن اوف فلكسور ديجيتورم بروفاند. اوكي،
اللي بيحصل ايه؟ بيحصل انه for whatever the reason either يعني idiopathic اللي هو primary carpal tunnel اللي احنا بنشوفه كل يوم او secondary, وهقول لكم ايه secondary causes وايه theories اللي خلت انه يحصل carpal tunnel في diseases دي او secondary causes دي. ايا كان الباثولوجي هو ايه اللي بيحصل او سببه ايه, اللي بيحصل thickening في transverse carpal ligament او swelling, فبتضغط على الستراكشرز اللي جوه التانل اللي زي ما احنا قلنا اللي هو النيرف والناين تندنز. مش مهم الناين تندنز, اكتر حاجه بتبقى مانيفستد وبيبقى فيها يعني كومبلين النيرف اللي هو الميديان نيرف. طبعا موست كوملي افكتنج وومن فروم ميدل تو اولد ايج وفريكوينتلي بايلاترال. برضو حد عنده فكرة ليه most commonly affecting women وليه يعني in two thirds almost of the cases بيجي bilateral؟ دكتور عشان هو جاي في the age of childbearing age فتريبا عشان pregnancy بتعمل إديمة. حلو جدا تمام. ده طبعا ثيوري يعني من الثيوريز المحطوطه هو ليه البريجننت فيميل بيبقى عندهم كارفال تانل سيندروم, انه بيحصل سولت اند ووتر ريتينشن ديورينج مش اديما يعني سولت اند ووتر ريتينشن ديورينج فيعني ممكن يشتكوا اوف كارفال تانل سيندروم. بس هو يعني مش كل الومن اللي من 30 ل 60 سنه عندهم يعني الفكره في البريجننسي والشايلد بيرينج. بعدين الشايلد بيرينج مش لحد 60 ايه تاني يعني what peculiar in women يخليني اقول انه لا هم ده اكيد يعني عندهم. يعني انا النهارده لو هكشف على 10 عيانين في العياده جايين بيشتكوا من numbness في ايديهم I can يعني انا ممكن ابقى متاكده ان في 9 من العشرة دول women. دكتور لوكاش بس برضو الومن بتستخدم ديها اكتر بالضبط كده بالضبط. كاربال تانل سيندروم والذكر بانتين سينوفايتس وحاجات تانية لسه يعني هكلمكم عليها ان بريف. طبعا حاجه زي الجانجليون عموما اي حاجه في يعني مش المسميات دي حاجه اسمها اوفر يوز انجريز. اوفر يوز انجريز يعني جايه من ايه؟ ريبيتيتيف تاس يعني ريبيتيتيف موفمنت او ريبيتيتيف تاس يعني it involves حاجات انسان بيستعمل ايديه كتير خلاص. فاحنا عندنا للاسف طبعا النسبه اللي هي الومن تو مان بره مختلفه تماما. يعني ان يو كي النسبه 3-1 يعني كل يعني 3 فيميلز في قصادهم ميل بيافكت كاربال تانل, لان الهاوس هولد اكتيفيتيز يعني ما هياش هيفي زي في البلاد بتاعتنا. احنا almost النسبة طبعا الكلام ده يعني ما تاخدوش مسلم بيه, بس النسبة اكتر بكتير جدا من 3-1 ممكن 9-1 عشان احنا الـ يعني our females في السوسايتي بتاعنا هي يعني تشتغل في البيت كتير وبتعمل heavy household activities. ده كمان اما كانتش بتشتغل يعني ليها بقى شغل تشتغل مثلا محاسبة في بنك او حاجة فيها بتمسك الماوس على الكمبيوتر كتير او بتتايب كتير برضو التايبنج الكتير اي حاجة بتنبول ريبيتيتيف movement of the wrist and hand can cause carpal tunnel syndrome. اوكي فشكرا حضرتك فكرت بطريقه مظبوطه. وده طبعا نفس هي نفس الفكره انه هو ليه بايلاترال عشان نفس الفكره هو بايلاترال علشان الانسان صحيح يعني دايما كده مثلا when we interview the patient ويجي يقول يا انا ايدي الاثنين بيوجعوني او انا ايدي الاثنين بينهملوا فانت تيجي تقول له بس طبعا اليمين اكتر من الشمال يقول لك ايوه يا دكتور صح انت عرفت منين. هو احنا يعني common things are common اغلب الناس right handed بالضبط اغلب الناس right handed. طيب هو right handed فبيستعمل ايده اليمين اكتر فالaffection بيبقى اكتر
على الدوميننت هاند. وحقيقي اتشافت في البراكتس انه يجي العيان يشتكي وهو الدومي، يعني يقول لك ايه، انا ايدي الشمال بتنمل اكتر من اليمين او بتوجعني اكتر من اليمين. هي دي ليها تفسيرين. التفسير الاولاني والمنطقي ان العيان اصلا ليفت هاندد فبيستعمل ايده الشمال اكتر فبتتعب اكتر وبتتعب الاول. التفسير الثاني ان احنا ان هو من كتر هو رايت هاندد عادي من كتر ما بيستعمل هيز دومينانت رايت هاند وبتوصل لدرجه من الاكتوشن سيفير اوفر يعني سيفرال مونث اور يير، هو لوحده من غير ما يحس بيحمل على ايديه الثانيه يبتدي يعمل تاسك بايديه الثانيه. فالبرزنتيشن اللي هو جاي لك بيه انه ايديه الشمال هي اللي بتوجعه او هي اللي بتنمل. ريسك فاكتورز احنا قلنا منها شويه، قلنا انه اي حاجه بتانفولف ريبيتيتيف موفمنت اوفر ذا ريست اند هاند هتعمل كارفال تانل سندروم. جماعه اللي فاتح المايك اقفلوا. انت سامعين الصوت اللي انا سامعاه ده؟ تمام. يا دكتور خلاص قفل. طيب تمام. ايه ريسك فاكتور؟ اناتوميكال فاكتور، انه يعني هما بيقولوا انه people with smaller carpal tunnel may be more likely to have carpal tunnel syndrome. بيعملوا ايه؟ بيقيسوا الريست سيركمفرنس. اوكي، فلقوا يعني لما اخذوا كده يعني large population وعملوا عليهم study وقارنوا الريست سيركمفرنس او الترانسفيرس اريا اوف ذا ريست وشافوا قارنوا الارقام ببعض لقوا ان people with smaller carpal tunnel tend يعني more likely to have carpal tunnel syndrome. نفس فكره ده سبب تاني يقول لنا انه ليه في gender differences. ما هو women have carpal tunnel smaller than men ف they tend to have يعني carpal tunnel syndrome طبعا اكثر بكثير من men. برضو obesity is considered a risk factor. نفس الفكرة الدكتور اللي قال انه في الـ pregnancy pregnancy males tend to have carpal tunnel علشان الـ salt and water retention. هي دي نفس الفكرة في الـ obesity. الجوين والـ tendon تبقى swollen اكتر with more fluid accumulation فthey are more liable ان هم يبقى عندهم carpal tunnel syndrome. Workplace factor القاعدة اللي احنا قلنا عليها انه انا اي حاجة هستعملها انا هحرك my rest and hand repetitive manner او even مثلا الناس اللي بتشتغل الناس اللي هي بتشتغل ب vibrating tools اللي هم الـ الـ المنشار مثلا الكهربائي اي حاجة ليها علاقة يعني بتعمل الدريلر ممكن تعمل carpal tunnel syndrome. أنا بس يعني حبيت أحط الصورة دي، الصورة دي فيها واحد يعني ماسك زي vibrating tool بيحفر بيها وتحت الكوميك هو نفسه كاتب إنه carpal tunnel syndrome makes work difficult. My hand keeps slipping off my jackhammer. هو أنا ليه حطيتها؟ علشان يعني من أصعب الحاجات اللي أنتوا هتتعاملوا يعني معاها مع البيشنت، يعني العيان جاي العيان هيجي يشتكي لك إيه؟ عيان الكارفال تانل. العيان هيجي يقول لك أو العيانة يوجوالي هتيجي تقول لك أنا ما بعرفش أعمل شغل البيت، أنا ما بعرفش أغسل المواعين. فانت هترد عليها تقول لها ايه؟ تقول لها حضرتك المشكله اللي عندك طبعا بعد ما تتاكد من التشخيص وانه كارفال تانل وانه ميديان نيرف انتراكشن وهقول لكم كمان طريقه الدايجنوزس واحنا بنشخصه ازاي وامتى بنقول مايلد وامتى بنقول مودريت. بعد ما تتاكد من التشخيص هتقول لها حضرتك جايه تشتكي لي انك انت مش قادره تعملي شغل البيت. لا، هو شغل البيت او الشغل اللي انت بتعمليه ده هو اللي جاب لك المشكله اللي انت فيها دي. فهو يعني الكوميك ده معناه ايه؟ معناه ان هو متخيل انه عنده كارفال تانل سندروم ومش عارف يشتغل بيه، بس هو مش عارف يكوريليت انه الفايبريتنج تول اللي هو بيشتغل بيها دي هي اللي جابت له الكارفال تانل سندروم. اوكي،
secondary causes of carpal tunnel syndrome. انا عايزه انا ما اعرفش طبعا انتوا اخذتوا لحد فين في الماسكو سكيلتال، بس انا اللي انا فاهمين المفروض النهارده اخر المحاضره، حد عنده فكره ليه عيانين روماتويد ارثرايتس ممكن يبقى عندهم كاربال تانل سندروم اكتر من غيرهم؟ تمام، يعني هي مش بالضبط كده، بس يعني احنا لو قلنا بس ان هي يعني بطريقه سوبرفيشال انه مش احنا انتوا خدتوا يعني روماتويد ارثرايتس مش كده؟ طيب اخدتوا انه اول ستيج روماتويد ارثرايتس سينوفايتس فلكسر تندن تينوفايتس. برافو برافو برافو. اول حاجه بنلاحظها على عيان روماتويد ارثرايتس مش الديفورميتيز، مش الديفورميتيز. انا عايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي اولموست مش بنشوف الديفورميتيز دي، لان العيانين ما بقوش نيجلكتد از بيفور، وبندخل بالديمارد بدري، وبندخل بالبيولوجيك يعني از ايرلي از بوسيبل. فاحنا يعني دلوقتي اصلا علشان نلاقي عيان روماتويد ارثرايتس بالديفورميتيز اللي اكيد شفتوها بنتعب جدا. خلاص، فاول ستيج في الروماتويد ارثرايتس السينوفايتس السوولن جوينت، يعني ان انت يعني ان العيان تبقى ايديه انت واخد بالك انه من غير ديفورميتيز، بس السمول جوينتس اوف ذا هاند اند ريست والفيت طبعا ار سوولن. خلاص، فهي برضو احنا هنرجع، عشان كده احنا قلنا الباثولوجي في الاول هو ايه المشكله. انا يا اما هضيق التانل بان انا هعمل اكسسيف فليكشن اند اكستنشن للريست بتاعي، فهضايق الميديان نيرف وهعمل له انترابمنت. خلاص، يا اما انا من غير ما اعمل اي حاجه التانل نفسه هيضيق. طب هيضيق ازاي؟ هيضيق يا اما بفلويد زياده، يا اما الستراكشرز اللي حواليه. واحنا قلنا ايه مين جيران الميديان نيرف في التانل؟ الفلكسر تندن. طب ما هي الفلكسر تندن دي لو حصل فيها سينوفايتس او سينوسينوفايتس طبيعي هتزنق الميديان نيرف. طيب الدايابيتس، حد عنده فكره ليه عيانين الدايابيتس ممكن يبقوا لايبل اكتر من عندهم كارتل تانل؟ علشان الستينوزنج تينوساينوفايتس اللي برضه بيحصل نتيجه ال ده غير انهم عندهم ريفرال نيوروباثي كده كده. طيب حلو جدا، الدكتور اللي قال الستينوزنج تينوساينوفايتس اللي بيحصل في عيانين الدايابيتس حلو تمام، والدكتور اللي قال ان هم بيبقى عندهم ريفرال نيوروباثي حلو برضه ليه؟ طب ما انا كنت بدل ما اكتب روماتويد ارثرايتس ودايابيتس اقول يا جماعه اي حاجه هتعمل تينوساينوفايتس في الريست اند هاند هتعمل كاربال تان. هو جلايكيتد انت برودكتس، جلايكيتد انت برودكتس اللي بتعمل اكيوميليشن. انا يعني الكلمه كده بتتبروز، الاكسسيف جلوكوز ان ذا بلاد بيتحول لمواد ضاره، حاجه اسمها سوربيتول وجلايكيتد اند برودكت. الجلايكيتد اند برودكت دي يعني برضو الكلام ده اللي انا بقوله ده يعني مبسط، التفاصيل معقده اكتر من كده بكتير، بس هي الجلايكيتد اند برودكت دي بتحب تروح فين؟ بتحب تروح ثلاث اماكن، بتحب تو بي برسيبتيتد ان ذا نيرف، وبتحب تروح الكدني، وبتحب تروح الريتينا. عشان كده يعني ده بقى يعني ايه معلومه عامه ملهاش اي علاقه باللي احنا بندرسه. ان لو احنا عندنا اي حد يعني دايبيتك ان ذا فاميلي هتلاقي بالضبط هتلاقي عنده ثلاث متابعات، ثري فولو اب، متابعه بيعمل عشان الريتينا خلاص، ومتابعه بنشوف وظايف الكلى علشان النفروباثي، وسونر اور ليتر الدايابيتس كنترولد او مش كنترولد. دي حاجه يعني ديوريشن ديبندنت، طبعا بتبقى اوحش في العيانين الان كنترول، دي اول جت بريفرنت نيوروباثي. اوكي، طيب الثايرويد ديس اوردرز، عندي سؤالين، حد يعرف ايه ايوه ما انا عندي سؤالين بس الاول، حد يعرف ايه الميكانيزم وليه قلت ديس اوردرز؟ يعني ليه ما قلتش هايبر ثايرويديزم او هايبو ثايرويديزم؟ شو مكتسب على الاثنين بالظبط؟ طبعا تقريبا انا بسال السؤال بطريقه ساذجه فلازم تبقى الاجابه كده. طيب حد عارف الاكزاكت ميكانيزم؟ انا سمعت كده ميكسيديما، فاللي قال ميكسيديما يقول لي ايه الميكسيديما دي ويقول لي ايه الميكانيزم.
يلا يا سيف عاوز مني ايه هو كلمة قالت كده بس يعني حاجة حد كان معدي كده في البيت لا دكتور انا خدر تنشن برضه هو الميكسيديما اللي عارفه هايبر هايبوثايرويديزم بيحصل يعني الميكسيديما دي سام سورت اوف اديما يعني فبرضه بتسبب تمام هي برافو بصوا طبعا يعني الكلام ده مثلا لو حد اندوكرينولوجيست سمعه ممكن يعني يحبسنا بالرصاص لانه كل واحد في تخصصه بيحب يقول الحاجه بالضبط زي ما هي مكتوبه او مشروحه يعني في التكست بس يعني ناخد الكلام بطريقه مبسطه لانه هو الحقيقه انا برضو مش عايزاكم تبقوا استاذ خالص بانه هو ايه اللي هيجي في الامتحان يعني في السلايد دي او التوبيك ده اللي هيجي الحاجات اللي ما ينفعش يختلف عليها اثنين والحاجات اللي هي يعني اسهل من الكلام اللي احنا بنقوله بكتير جدا مفيش يعني التوبيك لا يحتمل ان احنا نعقده باسئله صعبه خلاص بس يعني مفيش مشكله ابدا ان احنا نفهم الحاجه جايه منين نحاول يعني نعدل طريقه تفكيرنا انه لما نفهم كل حاجه جايه منين هنفهم اقل شويه فالسيارة المالية بتكون هو الحقيقة اللي كان لازم الهيبوثايرويديزم أو الهيبوثايرويديزم يعني مفسر أكثر الهيبوثايرويديزم إنه بيحصل معاه جزء من السيستميك مانيفستيشن بريفرال نيوروباثي أند إنتراكمنت نيوروباثي زي الكارفال تانل سندروم الميكسيديما فعلا نفس الفكره زي ما الدكتور يعني قال هو some sort of edema بيحصل كمان يعني thickening في الترانسفيرس كارفال ليجامنت او الفلكسر ريتينيكولم فبتظنوا الكارفال تانل وبتعمل لنا الكارفال تانل سندروم الكرونيك كيدني ديزيز يعني انا مش عايزه اقول لكم الميكانيزم هنا صعب ازاي فبرضه يعني اللي فكر فيه قبل كده او اللي عارف يلقطه يا ريت يقول لنا رايه طيب بس دكتور نايا برضو ليه علاقة بالألدوسترون والسولت اند ووتر ريتنشن كده برضو فوليوم اوفر دكتور لا في حد بيتكلم وانا الصوت مش واضح لا يا دكتور معلش يا دكتور كرونيك كيدني ديزيز من الحاجات اللي هتعمل إديمة طيب ماشي هو الميكانيزم طيب ليه علاقه بالاميلودوسيس برضو شكرا شكرا مين حضرتك سيف اوجي طيب برافو عليك برافو انا عايزه اقول لك ان ده سؤال يعني بوست جراديويت طيب عندك فكره الاميلودوسيس في الكرونيك كيدني ديزيز بيجي منين هو الكرونيك كيدني ديزيز بيبقى فيه يعني زيادة في ال يعني عموما يعني الأميلودوس ده بيترسب في الكيدني وبيبقى بيترسب في أماكن تانية فبيعمل لي سكندري أميلودوس يعني ده اللي أنا عارف. طيب تمام هو ده صح برافو عليك هو فعلا الأكتر طبعا القصة الفلويد ريتنشن تمام قصة إنه يعني بيبقى فيه إزليمة في الكرونيك كيدني ديزيز أوكي بس الحقيقة يعني المين ميكانيزم هم عيانين الكرونيك كيدني ديزيز on renal dialysis وليه renal dialysis من فترة طويلة عيانين renal dialysis بيديفلوب amyloidosis والاميلودوزس الاميلويد سبستنس دي بتبرسيبيتيت في الترانسفيرس كارفال ليجامنت وبتزود الثيكنس بتاعه فبتضغط على الميديان نير معلش هو يعني ميكانيزم ملعبك شويه بس يعني مفيش مشكله ان احنا نقوله او نعرفه يعني خلينا نقول انه الكرونيك كيدني ديزيز بيعمل كارفال تانل سيندروم ديو تو اميلودوز الجمله دي كفايه جدا دكتور برضه وطبعا روماتويد ارثرايتس برضه بيحصل سيكندري اميلودوزس تمام مفيش مشكله احنا لما جينا نتكلم على الميكانيزم بتاع كاربال تانل في الروماتويد ارثرايتس قلنا ان هو early in the disease بيحصل swelling وإديما وتينوساينوفايتس فبيعمل كده طبعا روماتويد ارثرايتس لما يوصل في الاخر ان هو يعني يعمل secondary amyloidosis ممكن يعمل ده بس عايزه اقول لك على حاجه عشان يعني انا مش عايزه ادخل في تفاصيل الاميلودوزس الاميلودوزس له 3 تايبس منه تايب اللي بيجي مع الكرونيك كيدني ديزيز خلاص وده اشهر تايب بيعمل كارفال تانل سندروم في منه تايب اللي بيجي مع
الروماتولوجيكال والسوفت تيشو ديزيزز زي روماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس والسيستميك سكليروزس، ده تايب تاني خالص. يعني الاميلويد بروتينز نفسها مختلفه. فايا كان الميكانيزم، المهم ان احنا في الاخر زي ما قلنا التانل بيضيق فبيكمبرس الميديان نيرف. طيب هو برضو وانا ليه يعني ام بادرينج ماي سيلف وبقول ان انا في سكند بيكوز اوف كارفال تانل سيندروم، ليه مهم ان انا اعرفها؟ هل هي رص اسباب عشان نكتبها في السؤال ولا عشان ابقى متوقعها لما بيشنت يجي مثلا عنده ثايرويد ديس اوردر ابقى عارف ان انا يعني ايرلي ديتكتد يعني. طيب ايه تاني؟ تمام، برافو عليك. ايه تاني؟ عشان اعالج الروت كوز اثناء التريت. تمام، ايه تاني؟ مش عارف. طيب لا، هو اللي انتوا قلتوه تمام يعني، ما بس هو يعني برضو عايزين نحطها كده بطريقه يعني منظمه شويه. انا عايز اعرف ليه ان في سكند كوز اوف كارفال تانل اسباب كتير جدا. انا اولا لما العيان يجي يشتكي لي هيقول لي ايه الكلاسيك clinical picture؟ هيجي العيان يقول لي انا ايدي بتنمل. خلاص، طيب ما هو انا لو قال لي ايدي بتنمل وانا عملت analysis محترم للكومبلين وزي ما اتفقنا هي هتبقى usually fit middle age، هي كان fit middle age دي per se، ممكن تخليني افكر في ايه؟ كنت خليني افكر ان هي داخلة على المينوبوز مثلا. لا، انا دلوقتي لو جيت قلت لك انا عندي ست عندها 35 او 40 سنه وجايه بتشتكي لي من pain and numbness in her hand and wrist واحنا مش في محاضره الكارفال تانل، اول حاجه هتقولها ايه؟ روماتويد ارثرايتس. متهيئ لي يعني اكتر كلمه سمعتوها في محاضره الروماتويد ارثرايتس is a disease of women in middle age. صح؟ طيب كم مرة بقى احنا قاعد قدامنا عيان هو جايلك في عيادة نيورولوجي او في عيادة رسم العصب عشان تعمله التست اللي بيشخص الكارفال تانل سيندروم؟ انت شاطر قد ايه انك تديتكت ايه ده؟ ده العيانة كمان جات قالت لي، يعني هتيجي انت غصب تسألها قلت لها طب بصي وانت لما بتصحي من النوم ما بتقدريش تحركي مفاصلك؟ تقول لك اه والله يا دكتور ده انا بقعد ساعة عشان اعرف افضل افتح واقفل فيها عشان تتحرك. هي كده بتوصف ايه؟ مورنينج ستيفنس. شكرا، مورنينج ستيفنس اللي هو يعني كاردينال فيتشر في الروماتويد ارثرايتس. يبقى حضرتك مشكلتك مع العيانه دي ان انت تشخص او تعالج كارفال تانل سيندروم ولا ان انت تريفير تو اروماتولوجيست عشان يبتدي معاها العلاج؟ طب هل انا بالظبط، طب هل انا بعمل يعني القصه دي تخيليه؟ لا، القصه دي مش تخيليه. الدكتور الشاطر على قد ما هو المفروض ان هو يبقى شاطر ومتخصص يعني في مجاله، بس يعني البيزك كرايتيريا اللي تشخص الديزيزز ريليتد للتخصص بتاعه ما ينفعش ما يعرفهاش، ما ينفعش ما يبقاش عنده الربط البسيط، لان انت في الاخر انت ما بتتعاملش مع سيمبتومز، انت بتتعامل مع عيان، وما بتتعاملش مع عيان بس، انت بتتعامل مع عيان مصري اللي هو يعني انت لو قلت له بتشتكي من ايه ممكن يقول لك مثلا انا مراتي مضايقاني، يعني عرفنا لا حضرتك بتشتكي من ايه طبيا لو سمحت بعد اذنك. ده اهميه السكند كوزز، انه ان العيان ممكن يبقى في اي سبب من الاسباب دي بريزنتد اصلا يعني بالسكند كوز، وانت اللي هتريفير. حصلت برضو ان عيان بيشتكي من انترابمنت كتير ونومتمنت كتير، خلاص ماشي، انت شخصت انه عنده كارفال تانل وعنده حاجه تانية اسمها كيوبيتال تانل وحاجه اسمها تارسال تانل. طب هو ليه عنده انترابمنت كده كتير وبيشتكي من نومتمنت اول اوفر هيز بودي؟ طب بقول لك ايه يا فلان او يا فلانه، ما تروح تعمل فاستنج و2 اورز بوست برانديال، خلاص يطلع الرقم مش طبيعي. لا، طب ما حضرتك انت هتريفير لدكتور يعني دايابيتولوجي علشان you might be having diabetes. اوكي، نفس القصه طبعا الكلام ده مش وارد في الكرونيك كيدني ديزيز، بس برضو يعني احنا زي ما ابتدينا بالتشخيص ان احنا شخصنا السكند ديزيز من الكارفال تانل، طب ما احنا برضو السكند كوز ده له علاقه بالكارفال تانل تريتمنت نفسه. هو انت لو عيان عنده هايبرثايروديزم ولا هايبرثايروديزم ومفروض ان انت تعالج الكارفال تانل ب يعني انالجيزكس مثلا او هتدي اي ميديكال تريتمنت،
ودي اوف يوز ان انا استعمله ادويه من غير ما اخد بالي ان الكونديشن ممكن تريزولف لو انا عملت الريبليسمنت ثيرابي بتاع الهايبوثايرويديزم او اديت الثايرويد هرمون سبريسر في الهايبرثايرويديزم. طب ما تعالج الـ يعني البرايمري كوز او البرايمري ديزيز خلاص. ده الهدف او ده الفكره من ان احنا بنتكلم في السكندري كوز اوف كاربال تانل سيندروم. الفيم بين ان باراسيديا تيبيكالي افكتنج ذا لاترال 3 اند هاف فينجرز. طيب دايما العيانه ما بيجي يشتكي من النمس او الباراسيزيا. سؤال معلش, هو انا ليه قلت باراسيزيا ويعني ايه باراسيزيا؟ باراسيزيا يعني ابدورمال سنسيشن. طيب انا ليه قلت باراسيزيا وما قلتش يعني المفروض ان ده نيرف كومبرس؟ النيرف لما يحصل له كومبريشن هيحصل فقد في الوظيفه الحسيه والحركيه بتاعته. الفقد في الوظيفه الحسيه للعصب اسمها هايبوثيديا. انا قلت بالظبط ليه انا قلت باراسيزيا اللي هي باي ديفينيشن ابنورمال سنسيشن. تحس بتنميل صح؟ ما هو تنميل لما نيجي نترجمها بالانجلش لميديكال تيرم هنقول هايبوثيديا. يعني نمسنس او هايبوثيديا. نمسنس لما العيان يقولها, وهايبوثيزيا لما انا اكشف عليه وديتكت ان هو عنده هايبوثيزيا. بيسمع في حته تانية يعني عشان هو بيدي نيرف سنسيشن في حته تانية ابنورمال يعني. هو طبعا هو ممكن يبقى يريف يعني يوصل لحد الالبو او الفور ار, مفيش مش صح يا دكتوره, بس هي الكلمه باراسيزيا دي ليه احنا بنحب يعني بنفضلها وبنقولها عشان العيان مش دايما بيجي يقول انا عندي تنميل. ممكن يقول لك ده انا عندي سنس اوف بنز اند نيدل ان ماي تينجلينج عشان نقاط التينجلينج والحاجات التانية. ممكن يقول لك ده انا بحس كده لما يعني حتى كمان لما نيجي نتكلم على الدياجنوستيك تيست حاجه اسمها التينل ساين. لما نيجي نتاب على الميديا نيرف ممكن عيان يقول لك ايه اكتر كلمه العيانين بيقولوها, ايه ده انا حاسس بكهرباء, احساس كهرباء في صوابعي خلاص. فالعيان افكار فلطانل وعامه على فكره عيان البريفرال نيوروباثيز او الانتراكتيف نيوروباثيز ريرلي اما يجي يعني يقول لك لا بص ده انا عندي بس تنميل يعني في المكان ده. بالعكس الكلمه الاقرب اللي احنا بنسمعها على طول ايدي بتوجعني وبتنمل. تيجي تقول لها دايما الكلمه دي بتتقال والعيان يعني عارف اللي هو ده انت زي دكتور عبقري كده. تيجي تسالها تقول لها والعرض بالليل من النوم او بتبقى اوحش بالليل يعني بتبص لك ساعتها بصت انه ايه ده ازاي كده. ايوه فعلا يا دكتور ده انا بصحى من النوم بالليل وافضل اقعد اشيك ماي هاند لحد ما الوجع ده يروح وانام تاني, او الوجع بيصحيني من النوم, او الصبح اول ما بصحى الوجع بيبقى زياده. برضه حد عنده فكره ليه احنا بنحب نقول كلمه نوكتورنال او واي سيمبتومز ار وورد؟ علشان الديورينج سليب بيحصل صوت اند ووتر ريتينشن. برضه ليه؟ لا ليه صوت اند ووتر ريتينشن ديورينج سليب؟ مفيش تون في المسلز بتورطنا ليه؟ التون بيبقى كان دكتور كان الدكتور قال لنا المحاضره اللي فاتت ان علشان ديورينج سليب بيحصل ده نورمال حاجه فيسيولوجيكال يعني بيحصل صوت ده بيورس يعني هو ام بيسي فور هو قال صوت نوت ريتينشن بالظبط, بس ممكن يكون هو كان قال حاجه تون يعني انا بص يعني طبعا انا يعني ما اقصدش يعني اللي اقصد اقوله انه الكلمه الادق هي accumulation of fluid خلاص in the arm and wrist. طب دي حاجه ليها علاقه بايه؟ ليها حاجه ليها علاقه فعلا. انا سمعت كلمه كده انه المصل تون بتاعنا واحنا نايمين بيقل. طيب هو المصلز بتاعنا بتاعتنا من الاكشنز بتاعتها ايه؟ الكونتينوس
بامبنج اكتيفيتي. عشان كده بيحصل درينج للليمفاتيك فلويد ودرينج للاكسترا فلويد، كل ده المفروض اتس ا كونتينوس بروسيس بتحصل على طول. اوكي، فسنس ان المسل تون بتاعنا احنا بنفقد كنترول او الهاير كنترول بنفقده during relaxation and during sleep، فبيحصل more accumulation of fluid in the arm and wrist، فالبرشر على الرست بيزيد، فال the patient experience more exaggerated symptoms at night. اوكي، طبعا بقى يعني في حاجات تانية بس بصراحة مش شايفة ان هو ده الاكزاكت ميكانيزم، وده بيحصل عند كل العيان. ما هو العيان والنام على قديه طول الليل، يعني السليب بوزيشن الاتزان الاحتمال الساينز الهايبوثيزيا ان ذا ديستريبيوشن اوف ذا ميديان نيرف ان ذا هاند، والساين الاهم والمتاخره واللي يعني ما نحبش ابدا ان عيان الكاربال تانل يوصل لها، لانه خلاص اتس اولموست ريفرسبل السينر ويكنس اند ويستنج، باين في الصور اللي قدامكم مكان الويستنج. تمام باين. اه يا دكتور تمام. اوكي، السينر ويكنس اند ويستنج احنا بنعتبرها ايريفرسيبل ساين في عيان الكارفال سان. دكتور ايريفرسيبل؟ اه ايريفرسيبل طبعا، حتى لو عملت دي كومبريشن مش هيرجع تاني للاسف. لا عشان انا بشخبط بالقلم تقريبا. دكتور بس انا مش فاهم هو ليه ريفرسبل، يعني دي مشكله في النيرف بس، يعني يعني حصل ان المسل مسبلايد فتره طويله فحصل لها زي اتروفي، لكن هي لو رجعت تاني ممكن يعمل فيزيوثيرابي ويرجع تاني. ممكن يعمل ايه؟ فيزيوثيرابي ويرجع تاني. لا طبعا لا طبعا لا، بص بقى انا هجاوب على الموضوع ده عشان الموضوع ده مهم جدا. خلاص بص، اولا هو ايه ترتيب الاحداث في الكارفال تانل سندروم، وطبعا يعني انا هشرح لكم بالتفصيل في السلايدز اللي بعدها، واحنا بنشخصه اصلا ازاي، يعني هو مين بيعمل عمليه، مين بنروح نقول له لا انت لازم تروح للهاند سيرجن عشان يعمل لك كارفال تانل ريليز، ومين بنقول له لا ده انت هتعمل ستيرويد انجكشن، ومين بنقول له لا انت مش محتاج اي حاجه، انت محتاج بس تحافظ على ايديك. ما هي دي جريد. خلاص ترتيب الاحداث كالاتي، اللي بيحصل انه السنسوري نيرف هي اللي بتبقى كومبريسد الاول في الكارفال تانل سيندروم. خلاص عشان كده العيان مفيش عيان بيجي يشتكي الاول من سينر ويكنس، او اللي هو يجي يقول لي لا ده انا باجي امسك كوبايه في ايدي بتقع مني، انا ما عنديش جراس كنترول على ايدي. سبيشالي انه 2/3 اوف ذا هاند فانكشن في الثمب ماسل. تمام، ف يعني عشان كده احنا بنقول للعيان انت لو مضايقك دلوقتي شويه التنميل اللي انت حاسس بيهم، لو الموضوع ما تحسنش وفضلت بتشتغل الباترن اوف اكتيفيتي اللي انت بتعمله اللي جاب لك الكارفال تانل سيندروم، الموضوع هيوصل بعد كده ان انت مش قادر تمسك كوبايه في ايدك. خلاص فاللي بيحصل ان السنسوري فايبرز هي اللي بتبقى كومبريسد الاول، عشان كده العيان بيحس بالسنسوري انفيرمنت اللي احنا وصفناه. الخطوه اللي بعدها الموتور فايبرز، طب ما هي الموتور فايبر دي هي اللي سبلاينج التينر ماسل. خلاص يعني اللي هي مينلي الابدكتور بولشز بريز. طب هو انت بعد ما الموتور فايبر بتبقى كومبريس، خلاص وخلاص الكومبريشن يعني عمل نيرف، انت بتكمبرس النيرف خلاص انت عملت فيه يعني بيرمننت دامج. طب يعني خلاص حولته، بمعنى تاني حولته. بصوا يا جماعه في معلومة هقولها ولو عارفينها من قبل كده قولوا لي. التايبز اوف نيرف انجري يا دي مايلينيتنج يا اكزونال، انتوا عارفين المعلومة دي ولا لا؟ يعني خدنا عنها فكرة زمان. نعم طيب ايه؟ اسكت بقى، ما اعرف ما اعرفهاش يا دكتور. طيب هو انت عارف ان انا سمعتك كنت بتقول له اسكت؟ ايوه طيب اوكي. هو مش احنا اخذنا في الفسيولوجي ان النيرف يعني اكزن وحواليه مايلين شيز، وقلنا ان المايلين شيز دي هي اللي بتخلي النيرف كوندكشن فيلوسيتي اسرع
وسبشلي كمان عند الحتت اللي هي بتاعه النودز وبرونجير. ايوه سالتاتري كوندكشن بالظبط كده بتنط والبتاع معايا سالتاتري يعني بتنط. خلاص ده بيور فيسيولوجي. طيب احنا النيرف انجريز يعني يوم ما يحصل انسلت للنيرف يا هتبقى دي مايلينيتنج which is يعني المفروض ان هي المرحله الاوليه بالظبط المرحله الاقل والمرحله الريفرسبل. خلاص ما انا المايلين شيف عندي القدره ان انا اعمله تاني تمام. خلاص لكن مش كل الاكسيدنت لما يحصل فيها سيفير برولونجد انجري ممكن ترجع تاني تمام. طيب باي ديفينيشن بصوا يا جماعه الانترابمنت نيوروباثي اللي هو الكارفال تانل سيندروم منهم ده نوع من انواع البريفرال نيوروباثي نوع من انواع البريفرال نيوروباثي. يعني البريفرال نيوروباثي في نوع منها اسمه انترابمنت نيوروباثي. خلاص باي ديفينيشن انترابمنت نيوروباثي از دي مايلينيتنج خلاص. طيب هو طب ما هو لو حصل برولونجد دي مايلينيشن وبرولونجد كومبريشن هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها سكندري اكزونال تشينجز. لو وصلنا لمرحله السكندري اكزونال تشينجز دي الدمج بقى الريفرسبل ومهما ولو عملت العمليه وشلت الكومبريشن لا هيفضل الويستنج ده موجود. ايه اللي هيرجع العضله؟ يعني انت حارم العضله من النيرف بتاعتها ده يعني ماشي باذن الله. اوكي على فكره الهاند مايكرو سيرجري رغم ان هي يعني مفيده جدا 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 في حاجات معينه زي مثلا البريكير تكسس بيرس انجري بس يعني برضو ايه هي تبان يعني حاجه يعني صرح كده فيتشرستيك رهيب بس الحقيقه يعني فيها ليميتيشنز كتير ومش ليميتيشنز كتير عندنا احنا هنا لا ليميتيشنز كتير افري وير. المهم فذاتس واي احنا لو وصلنا لمرحله السينر ويستنج سيفير كمان يعني بلاش احنا العيان لو بيشتكي من شويه ويكنس وشويه ويستنج بسيط ماشي العمليه ممكن تصلح الموضوع ده الكارفال تانل ريليز سيرجري. لكن سيفير ويستنج يعني اللي انا الصوره اللي انا جايباها دي لا ده خلاص كده ده انت بتبص على العيان انت واخد بالك ان السينر امننت ممسوح تمام. لا انت خلاص بتريفير للسيرجري بس غالبا علاجاتك بتبقى حاجه اسمها ايه كونزرفاتيف مش كيوراتيف. اوكي طيب البروفوكاتيف تيست عندنا تو تيست اي ويل ابريشيت فيري ماتش ان احنا لما نيجي نقول على الفالن نقول عليه الفالن تيست ونقول على التينل تينل ساين. حد يعرف ليه؟ لا وعشان بيبقى عشان التنل بيدور على النملس نفسها فدي ساين انما التست ده تست حركه. طيب هو انا في حد يعني وانا بتكلم على من يعني من 5 دقائق او 10 دقائق جاب سيره لما جيت اقول تابينج هو لوحده قال التنل ساين. حد فيكم سمع كلمه التنل ساين في حاجه غير الكارفال تانل سندروم؟ لا اي نيرف عموما احنا بس يعني. احنا واخدينها كده اي نرف بعمل له بخبط عليه هيعمل باراسيزيا ان ذا ديستريبيوشن ان ذا اناتوميكال ديستريبيوشن اوف ذا نيرف صح. طيب هي دي اجابه السؤال التينل ساين اتس اساين علشان اتس نون سبيسيفيك كده زي ما حضرتك قلت اي نرف انا هعمل تابينج على النرف it will produce paresthesia or hypothesia in the anatomical distribution of the nerve. لكن الفالين تيست او مانوفر ده سبيسيفيك تيست للكارفال تانل سندروم. يعني عمرك ما هتسمع كلمه فالن وانت بتدور على كارفال تانل سندروم اللي هو انترابمنت اوف ذا سيبيال نيرف ات ذا فوت ات ذا ميدل سايد اوف ذا فوت. عمرك ما هتسمع فالن وانت بتدور على ثراسك اوتلت سندروم اللي هو انترابمنت اوف تي 8 تي 1 روت او على كابيتال تانل اللي هو انترابمنت اوف اندر ات ذا القلب. خلاص يبقى الفالن مانوفر انت بتعمل ايه؟ انت بتخلي العيان يمنتين فليكشن اوف ذا ريست ات 90 ديجري. اوكي قد ايه لمده دقيقه؟ لو العيان قال لك اه ده انا ابتديت احس ان انا صوابعي بتنمل ودايما بص العيان هو المفروض ان احنا نقول ايه؟ بنقول ان هو نمتنس او هايبوثيزيا ان
in the left and top fingers of the hand. So we can do it again. يعني عين منها بص هم في اكثر حاجه ماركبل عين هي انا بالذات الاكسن ميديسن وبرضه يعني انا هقول ايه هو ده ليه مهم عندي ان انا اسمع كلمه العين فلو حصل انا كل انا اخليه يعمل فليكشن خلاص لا ادي اهو ابص زي السلايد هو هيخلي العيان فليكس الريست ات 90 ديجري زي ما هو عامل بالظبط الصوره اللي بعدها تمام هخليه ان هو يعني يبوش الريست اجينست ايتش اذر عشان يمتين الفليكشن يعني بس كده بالظبط واحنا مش قلنا ان القاعده في الكاربال تانل لما واحد بيحرك الرست بتاعه inflection and extension excessively أو فاكتور الثانية بتخلي التونل يبقى نارو خلاص طيب القاعدة الأولانية بتاعت excessive rest movement طب أنا بعمل إيه؟ أنا بحطه في position بصوا أي provocative test لأي حاجة بتطلع symptoms يعني بتخلي الديزيز باين بتسيموليت الباثولوجي بتسيموليت الباثولوجي برافو بالظبط كده فأنا بعمل إيه؟ أنا بخليه طب ما أنت طلع لي بقى symptoms تمام الدكتور اللي سأل بنعمله زي فهم تمام بس اصل احنا في الى جلاله القدر مفيش حاجه اسمها خلينا في البيت هيطلع بره هيمور على طول طيب الحاجه الثانيه اللي هي التينل ساين ما اعتقدش ان انتم محتاجين ان انا اقول لكم فيها اي شرح هو بالضبط زي ما انتم قلتوا لايت بيركشن اور تابينج اوفر ذا ايريتيتد ميديان نيرف او اني اذر نيرف ات ويل اليسيت تينجلينج سنسيشن ان ذا ديستريبيوشن اوف طيب دكتور دلوقتي انا الدكتور كان قايل لنا ان في المحاضره اللي قبل كده كانت تريجر فينجر كان بيقول ان التنل ساين المفروض في النورمال ما يبقاش فيه تينجلينج او ما يبقاش فيه بوزيتيف فايندينجز يعني لو عملنا تنل ساين فمعنى ان هو لو بوزيتيف يبقى فيه باثول لو نيجاتيف لا ما هو لو انا عملتها لنفسي وانا ما عنديش كاربال تانل سيندروم وانت سالت لا هقول لك على حاجه اسمعني بس كويس قوي سؤال كويس لان انا الجمله اللي انا كنت لسه هقولها قبل ما انت تسال السؤال انه باي ذا واي اتس نون سبيسيفيك تمام خلاص في حاجه كده اكيد ممكن تكونوا سمعتوها حاجه اسمها السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي اكيد لاي تست احنا بنعمله في الدنيا خلاص مش هندخل دلوقتي في قصه ايه السبيسيفيك اكتر وايه السنسيتيف اكتر بس خلينا نقول هو مين احسن الفالن ولا التنل الفالن خلاص فالفالن يعني سنسيتيف اكتر في الكاربال تانل سيندروم اوكي تمام دكتور يعني هو تمام ما فهمتش بس دكتور هو قول لي مش فاهم يعني ما فهمتش هو برضه التست ده يعني بيبقى بوزيتيف التنل ساين دي طبيعي انها تبقى بوزيتيف في النورمال بيشنت ولا بس باثولوجي هقول لك حاجه انا ما اقدرش اديك بيرسنت هي بوزيتيف قد ايه في عينين الكاربال تانل سيندروم بس هقول لك حاجه تانية لو انت ما بتشتكيش من تنميل خالص وجيت عملت تابنج على المكان بتاع الميديان نيرف في الكاربال تانل وطلعت فيه يعني سنتين او يعني حصل تنميل في صوابعك هقول انك عندك كاربال تانل سيندروم احلف لا بس بس تمام مفيش بالمناسبه يا جماعه مفيش كلينيكال تيست السنسيتيفيتي بتاعته 100% خلاص يعني ومفيش كلينيكال تيست السبيسيفيتي بتاعته 100% تمام يعني لا احلف على اي كلينيكال تيست انه لو طلع بوزيتيف يبقى العيان عنده المشكله دي ولا اقدر احلف يعني على ان هو لو طلع بوزيتيف يعني ان هو طلع نيجاتيف ان العيان ما عندوش مفهوم تمام طب دكتور معلش سؤال هو يعني التنل ساينز دي المفروض ان هي لو انا عملت بريكوشن على اي نيرف بعيد عن الباثولوجي المفروض ان هو يعمل تينجلينج ولا لا مايت 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 ميبي
مش يعني النورمال انه لا خلاص عشان ده كلينيكال تيست سؤالات باثولوجيكال ديزيز يعني تمام دكتور هو مش ده كان بيبان في السوبرفيشال نيرفز بس زي الاونر اما الميديال نيرف عشان ديب شويه الدكتور قال ان هو بيبان او ما بيعملش الميديال نيرف ات ذا ريست في الكاربال يعني في الكاربال تانل سيندروم مش ديب زي يعني زي ما احنا متخيلين انديت ما عشان كده احنا بنقول انه مش شرط يطلع باظ يعني انتوا فاهمين ما هوش تست دقيق طب ما احنا ما هنرجع تاني لنفس السبب هو ليه مش بوزيتيف ان 100% اوف ذا كيس ليه هو حاجه كونفيرماتوري مش دايجنوستيك خالص بالظبط انت هو احنا في الاخر عشان نشخص اي مرض في الدنيا بتسمع بتاخد هيستوري من العيان وبتسمع شكوته وبتكشف بايدك وبتستعمل انفستيجيشنز سواء لاب او ايمجينج صح ولا لا خلاص فممكن يكون اي ثينك ان الدكتور اللي قال لكم القصه بتاعت ان التنل ما بيطلعش في الريست اكيد اورثوبيديك سيرجن صح طيب ممكن يكون هو شايف من الاكسبيرينس او من الكلينيكال يعني من الخبره بتاعته الكلينيكال ان هو لا ده انا مهما عملت تنل مش بيطلع ممكن يكون يعني فمين انا عايزه اقول ايه هو مش سنسيتيف بس ات هابند موصوف ان يا جماعه انا لو جالي عيان كارفس انا لما بيجي لي عيان كارفس تانل في العياده بعمل له التنن والفرن طلعت ما طلعتش مش مشكله انا بجمع بوينت خلاص وفي الاخر انا عندي تول مضمونه جدا 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 هشخصه بيها هنتكلم عليها دلوقتي خلاص تمام دكتور سؤال بس النقطه دي تمام ايه عندي سؤال بس دكتور معلش اتفضل دكتور مش احنا قلنا ان البوزيتيف فالين تيست هي التنل ساين ايه البوزيتيف فالين تيست بيطلع لنا التنل ساين صح يعني انا مش عارفه اقول ارد اقول ايه على السؤال ده لا انا ما قلتش كده خالص هو يا دكتور اتلخبط ما بين بس افتكر ان موضوع التينجلينج والبين ده هو ده التنل ساين لا بص يا دكتور احنا قلنا ان احنا لما نسيميوليت الدكتور اللي قال ان احنا بالتست ده بنسيميوليت الباثولوجي احنا بنحط الميديان نيرف تحت ضغط تحت ستريس كومبريسيف ستريس بنخلي العيان يزنق هيز بوث ريتس بايديه الاثنين اجينست ايتش اذر النتيجه بتاعت التست ده ايه انه بيليسيت السيمبتومز اوف كارفال تانل سيندروم ده ملوش علاقه خالص بالتنل تمام تنل دي انا يعني بتكلم على كاربال تانل بتكلم على تارسال تانل بتكلم على ثوراسيك اوتلت سيندروم بتكلم على انترابمنت يعني في اي مكان تابينج اوفر ذا نيرف تو برودوس تينجلينج او هايبوثيزيا اوفر ذا ديستريبيوشن اوف ذا نيرف تابينج اوكي اقول لك على حاجه انت عارف احنا كنا ايام الامتحانات بنحفظ الفرق ما بين فالين وتنل ازاي انا كنت دايما بقول لنفسي ان التنل تابينج بالظبط فما فيش علاقة خالص ما بين الاثنين أنا بس المسج اللي أنا عايزة يعني أوصلها من القصة دي كلها إيه الستين يعني منتهى السهولة إنه يا جماعة أنا لو هختار مانوفر واحد أو تست واحد أعمله في الكارفال تانل it would be ده فعلا خلاص عشان كده أنا بقول لكم I will appreciate very much إن إحنا لما نيجي نقول فعلن نقول فعلن تست أو مانوفر ونقول تنل تايم أوكي طيب investigations حد عنده فكره ايه الانفستيجيشنز اللي بنعملها في البريفرنت نيوروباثيز او الكارفال تانل سيندروم او اي انتراكمنت هيموجلوبين ايه ده دايابيتس بقى الموضوع ممكن ثايرويد تمام كل الحاجات اللي اتقالت دي تمام جدا لو انا بدور على سكندري ديزيز وكلها يعني بنقول عليها ايه لابوراتوري انفستيجيشن ممكن اعمل نيرف كوندكشن ستادي او الكترومايوجرافي كده بالظبط نيرف كوندكشن اند اي ام جي ده السبيسيفيك يعني انفستيجيشن اوف كارفال تانل سيندروم حد شاف البروسيجر قبل كده لا مش فاهمش بصوا هو يعني مش ما هي يعني لو اعتبرنا ده نوع من انواع الـ يعني الايميجنج او الانفستيجيشن اللي هي ما هياش لابوراتوري نون لابوراتوري انفستيجيشن زي برضو ما هياش ايميجنج او اشعه قوي انتوا مش هتلاقوا ناس كتير تعرفوهم حتى عملوا الاختبار ده خلاص
الموضوع بمنتهى البساطة أقرب ما يكون للأكشن بوتنشل وشكل الأكشن بوتنشل اللي احنا أخذناه في الفيسيولوجي. أوكي؟ وأنا بقيس الفيلوسيتي ديفرنس. احنا بنقيس بارامترز كتير. خلاص؟ يعني في الصور اللي قدامنا دي ده اللي أنا عاملة عليه سيركل ده ده حاجة اسمها ستيميليتر. أوكي؟ ستيميليتر إلكتريكال ستيميليتر. طيب ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي حاجه اسمها الكترود. خلاص انا مش يعني طبعا يعني ما فيش حاجه اسمها ان انتوا تعرفوا تفاصيل في القصه دي. وبالمناسبه اللكتشر اللي هتبقى ابلودد وهتذكروا منها انا هشيل منها اي كلام مش مهم. انا حاطه صور في المحاضره دي بس عشان الشرح. الحاجات اللي انا شاورت عليها الصور عادي. الصور مش مشاكل. طيب انا بس يعني في حاجات طب ممكن هشيل الكومنت. طيب يا جماعه بس عشان دي محاضره يعني علميه بعد اذنكم. المهم الستيميليتور ده والالكترود دي هو زي ما الدكتور اللي قال احنا بنقيس الفيلوسيتي. صح برافو. احنا مش بس بنقيس الفيلوسيتي احنا بنقيس كمان يعني بارامترز ثانيه حاجه اسمها ليتن وحاجة اسمها الامبليتيود. حاجات كده كلها فيزيكس وكلها حسابات عشان نطلع بأرقام معينة. الأرقام المعينة اللي احنا هنطلع بيها دي هتعمل ايه؟ اولا هتشخص هتقول ان ده كارفال تانل سندروم ولا لا. تمام. وبعد ما تشخص هتقول لنا طب هو وات جريد اوف كارفال تانل سندروم. ما هو في يعني 6 جريد. طب هو انا ليه مهم اعرف الجريد اوف كارفال تانل سندروم؟ عشان التريتمنت. بالظبط. يعني طب بتفاصيل اكتر مهم ليه؟ يعني بالمنطق بالمنطق انه انا لو طلع لي عيان very mild او mild carpal tunnel syndrome I will go for more conservative treatment. خلاص at least هعرف اعمل assurance للعيان اقول لا خلي بالك انت يعني ده كويس ده انت في الاول جدا. تمام. وعلى فكرة العيان carpal tunnel syndrome لما بيجي يعمل رسم عصب الكلمة الوحيدة اللي بيبقى عايز يسمعها انا هعمل عملية ولا الدكتور هيعمل لي عملية ولا لا. دي الكلمة الوحيدة اللي هو يعني عايز يسمعها. خلاص. ففايدة الاختبار ده انك انت تقول على الاقل تطمنه انه لا بص انت الدكتور ان شاء الله مش هيقولك عملية. مش دي الجريد اللي ممكن نعمل عليها عملية. مقابل ده السيرجن اللي هياخد التقرير اللي انت كاتب فيه ان العيان عنده very mild او حاجة اسمها early mild او mild ويعمل carpal tunnel release للعيان دي medical legal. العيان لو ما تحسنش بعد العملية أو حتى إن هو عمل له unnecessary procedure ممكن يروح يعني يقاضي الدكتور اللي عمل له العملية. دي فايدة الاختبار. أوكي؟ طيب إحنا بعد ما بنعمل stimulation للميديا نيرف at the rest لو تاخدوا بالكم الإلكترود اللي محطوطة دي محطوطة على senior eminence تحديدا على مصل اسمها الابدكتور بولشس بريفس علشان احنا عايزين نطلع يعني نطلع اكشن بوتنشل بمواصفات معينه ونشوف البارامترز بتاعته عامله ايه. الدكتور بولشس بريفس صح؟ اب دكتور بولشس بريفس اب. اوكي تمام. عشان في الاخر السكرين السكرين اللي قدامنا هتطلع لنا الصورتين اللي انتوا شايفينهم دول. طبعا يعني برضو بتفاصيل اعقد من كده بكتير جدا. الصورة دي ده السنسوري نيرف اكشن بوتنشل. اوكي. والصورة الثانية بالاثنين اكشن بوتنشلز دول ده الكومباوند مسل اكشن بوتنشل او اللي هو الموتور اكشن بوتنشل. تمام. تاني معلش الحتة دي ممكن تاني الحتة دي اللي هي ايه بالظبط يا دكتور؟ اللي هي الاكشن بوتنشال والموتور والسنسي. طيب انا دلوقتي مش انا كده كده في الاخر بعمل كومباريزن يعني ما بينها وما بين الريزلتس اللي بتطلع لي وما بين الريزلت اللي هي اللي انا عارف انها تبقى المفروض تطلع في حد انترابت كده. ايوه هو مش كومباريزن هو انت عندك ريفرنس طبعا انت عندك ارقام ريفرنس. ايوه بالظبط. طبعا امال انا وانا الجريد دي انا يعني وانا بحس ان العيان ده مودريت فهكتبه مودريت وانت شكلك كبير فهكتب انت مضايقني فهكتبك كبير. لا ما هي هو مش كومباريزن. احنا برجع طبعا للريفرنس. يعني انا معروف عندي ان النورمال ليتنسي بتاعه الموتور ميديان نيرف ادرس المفروض ان هي تبقى اقل من 4 و4 من 10.
طب ما انا يوم ما الاقيها 6.5 عند عيان ومعروف ان الفيلوسيتي بتاعت اي نيرف في الابر لم يعني ما ينفعش تقل عن 45 او 50 خلاص. لما الاقيها عند عيان مثلا 40 ولا 35 طب ما انا عندي مشكله خلاص. وكذلك في السنسوري كوندكشن انا في ارقام عندي محفوظه للسنسوري كوندكشن وللموتور كوندكشن واكشولي لكل نيرف يعني كل نيرف في جسمنا له ارقام معينه لانه خلي بالكم الارقام دي ليها علاقه بالديامتر اوف ذا نيرف ليها علاقه بطول النيرف والينيشن يعني احنا عندنا الاطوال في اللور لم يعني الشورا النيرف اكيد اطول من الأمر او الميديان لان انت رجلك اطول من دراعك تمام. طبعا احنا عندنا ريفرنس رينج بنرجع له وبناء عليه بنشخص العيان ده عنده مشكله ولا لا. اوكي دكتور هو الاي ام جي ده ممكن يستخدم كتريتمنت في حاجه منه ممكن تستخدم كتريتمنت؟ بص بقى اولا اللي انا حطاها الصور اللي انا حطاها دي نيرف كوندكشن مش اي ام جي خلاص. الاي ام جي الجزء الثاني من الاختبار. اي ام جي ده اختصار ايه؟ الكترومايوجرافي. الكترومايوجرافي دي يعني انا بحط ابره هي حتى اسمها ايه ابره تخطيط عضلات خلاص. طبعا الكلام اللي انا هقوله في الدقيقه اللي جايه ثيوريتيكال احنا ما بنعملوش في البراكتس. انا لما اعمل شكل اقرب ما يكون اللي انتم شايفينه قدامكم في الصورتين دول عمري ما بلجأ لانفيزيف بروسيجر باي ذا واي. رسم العصب بيوجع والاي ام جي بيوجع اكتر لان رسم العصب انت حرفيا بتكهرب العيان يعني انت انا بوصف الاختبار للعيان قبل ما ببتدي بقول له انت هتحس بنبض كهرباء في المكان الفلاني لما ابتدي. العيان بيفتكرني مثلا بهزر معاه او بخوفه. لما اجي اشتغل العيان يتكهرب فعلا بيبتدي كده ايه بتكهربيني قلت له ايوه انا بكهربك انا قلت لك هتحس بنبض كهرباء يعني ايه بكهربك وبيوجع فاستحمل تمام. الاي ام جي از ايفن وورس. انت بتدخل ابره بمواصفات معينه في عضله وبتشوف على المونيتور او بتشوف على الشاشه اشارات معينه ليها انديكيشن معينه. طب هل احنا بنحتاج في الكارفال تانل ان احنا بعد ما نخلص رسم العصب نعمل اي ام جي؟ لا خالص. طب هل الاي ام جي بيتعمل في الكارفال تانل؟ الاي ام جي بيتعمل في الكارفال تانل بس لاغراض بحثيه بحته تمام. عشان مثلا اشوف طب هو الديمايلينيشن اللي احنا اتفقنا احنا قلنا باي ديفينيشن كارفال تانل سيندروم اذا ديمايلينيتنج نيوروباثي. طب احنا لو وصلنا ان هو بقى في سكندري اكزونال تشينجز. سكندري اكزونال تشينجز يعني هيبتدي يعمل ايه؟ يموت العضله. طب يموت العضله يبقى انا محتاجه ايه؟ ابره عضلات. فاهمين الفكره بتيجي ازاي؟ اغراض بحثيه بحته تمام. الدكتور اللي كان بيسال على الاي ام جي لا الاي ام جي ملوش الاي ام جي له جماعه اللي فاتح المايك يعني بس مش هقول اكتر من كده. المهم الاي ام جي الغرض العلاجي الوحيد بتاعه في حالات ملهاش اي علاقه باللي احنا بنتكلم فيه بنعمل حاجه اسمها اي ام جي جايدد انجكشن اوف بوتوكس. هو ده اللي كان ده ملوش اي علاقه باللي احنا بنقوله. احنا الاغراض العلاجيه للبوتوكس انجكشن الناس اللي عندهم كونتراكتشرز في اماكن معينه بوست ستروك بوست سيريبرال بولسي عندهم هيمي فيشيال سبازم اللي هو واحد من الكومبليكيشنز بتاعه الفيشيال بولسي لكن ما بنلجألوش خالص في القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي. طيب دي الجريد اللي احنا اللي كنت بقول عليها ان هو انا ليه اصلا يعني مين العيان اللي اقول له لا انت العلاج بتاعك هيبقى عند دكتور نيورولوجي بطنه تمام ومين اللي هبعته لهاند سيرجن either neurosurgery او orthopedic according للجريد دي خلاص. دي من السلايدز اللي انا هشيلها لانه انتم مش مطلوب منكم تعرفوا اي حاجه يعني ذات ديتيل. طيب
هل عندي طريقه تانية اشخص بيها كارفال تانل سندروم؟ عندي حاجه ريلاتيفلي نيو. طبعا هي ريلاتيفلي نيو عندنا في مصر، بدات كده ايه يعني تطلع كده في اخر 3 4 سنين، بس هي اكشلي موجوده من التسعينات بره. حاجه اسمها النيورو الترا ساوند، هو الترا ساوند وجهاز الترا ساوند زي اي جهاز الترا ساوند، يعني جهاز سونار. تمام، طيب هو ازاي جهاز السونار ده؟ بدل ما انا بعمل سونار على الابدومن او يعني الترا ساوند ابدومن او الترا ساوند بلفس، اللي يخليني اوصل لمرحله ان انا اشوف دي حاجه صغيره جدا زي النيرف. اولا حد يعرف يقول لي بصوا، انا بصراحه شايفه ان رسم العصب دقيق اكتر. تمام، لكن حد يعرف يقول لي هو انا ممكن الجا للالترا ساوند ليه؟ لو انا شفت التفاصيل سكندري كاربل تانل سندروم مثلا، ولا كلمه والله العظيم ما سمعت ولا كلمه تاني. عشان مثلا الالترا ساوند ممكن يوريني لو في فلود اكيميليشن مثلا في الفلكسر تندن شيث، فيعرفني ايه سبب مثلا السكندري كاربل تانل. لو انا شاكك في حاجات ستراكشرال او باثولوجي في النيرف نفسه ستراكشر، يعني يعني مثلا تيومر مثلا في النيرف، مش عارف اي حاجه يعني. طيب انت عارف هاو رير از ذات؟ نيوروما. ماشي صح، انا يعني انا شفت مره نيوروما في النيورو الترا ساوند، بس هو باي ذا واي يعني النيوروما تتشرح بمنتهى السهوله. مش محتاجه خالص ان انا اشوف. يعني عارف النيوروما دي ايه؟ النيوروما دي عقده في النيرف خلاص، اصلا الهيلينج بالظبط. مش محتاجه ما انا انت لو جيت عند عيان عنده نيروما لمست بس المكان بتاع نيروما، العيان هيصوت خلاص، هي شكرا نيروما. ومش محتاجه ان انا اشوف فلويد اكيميليشن في المكان بتاع يعني الكاربال تانل او الرس، لانه طب ما يبقى فيه خلاص. احنا قلنا ان ده سبب من اسباب الكاربال تانل، بس مش مشكله خلاص، انا يعني مش محتاجه ان انا اشوفه، مش محتاجه ان انا اثبته. دكتور ممكن اشوف مكان النيرف صح ولا لا؟ يعني ممكن اشوف مكان النيرف يعني هنتحط يعني في الاناتوميك البوزيشن بتاعه، ولا مثلا اتحرك يعني عشان السيرجري او كده حاجه زي كده. برضه there is not enough space اللي حضرتك بتقوله ده، ما فيش مجال قوي ان انا عشان النور بيتحرك مكانه. طب دكتور عشان اشوف انا من زي ما بصراحه في الستيجنج احسن شويه. لا هو الحقيقه النيورو الترا ساوند اولا كونفيرماتوري، يعني هو ايه عارف طلع زي كده موضه السنين اللي فاتت دي، اللي هو الماسكل سكيليتال والنيورو الترا ساوند خلاص. اولا هو كونفيرمات، يعني في مليون استادي اتعملت، طب هو النيرف كوندكشن احسن ولا النيورو الترا ساوند؟ طب هي الريزلت بتاع ده ادق ولا الريزلت بتاع ده ادق؟ في الاخر الخلاصه ده كونفيرماتوري لده، دي اول حاجه. لان على فكره باي ذا واي انت ممكن يجي لك عيان تيبيكال كاربال تانل سندروم بيشتكي بكل حاجه، لدرجه ان انت قبل ما تيجي تشتغل رسم العصب تبقى حاسس ان انت هتطلع مودريت، يعني هتطلع سيفير، تيجي تعمل الاختبار تطلع البارامترز كلها نورمال. طب ايه يا جماعه في ايه؟ تمام، فانا رايي ان ده كونفيرماتوري للرسم العصب للنيرف كوندكشن. ثاني حاجه لما بتطلع الريزلتس بتاعه النيرف كوندكشن نيجاتيف، ممكن يعني نكومبنسيت فور ذس بالنيورو الترا ساوند. ثالث حاجه النيرف كوندكشن از ا سيمبل بروسيجر، الالترا ساوند از نوت. تمام، بس هو مش دياجنوستيك صح؟ دياجنوستيك لا مش بس عمرك ما بتبتدي بيه. بالمناسبة hospitals and the clinics can really afford ان هم يجيبوا مثلا جهاز رسم عصب، لكن البروب لوحده بتاع النيورو الترا ساوند very expensive. يعني انا سمعت ارقام وصلت لنص مليون جنيه. لا شكرا، خلينا في يا دكتور ما يتكهرب عادي، يعني المشكله مش يعني انا فاكره يعني زمان وانا ريزيدنت كنت كل ما اقول لهم يا جماعه مش هتجيبوا لي بقى بروب الترا ساوند، دايما يرد بقى معاكي نص مليون جنيه، يعني خلاص بمشي واسيب المكان، يعني هعمل ايه؟ فهو يعني وعلى فكره هو غالي حتى بره، يعني انا
يعني فتره من الفترات يعني كنت واخده كده زي سكولرشيب صغيره في موضوع النيورو الترا ساوند في انجلترا. الكونسلتنت اللي كان بيتريني قال لي انا قعدت اتحايل على الام اتش اس 7 سنين عشان تجيب لي الجهاز. فهو يعني ده اتس بيج ديل, لانه انت عشان توصل لمرحله ان انت تدي ان انت يبقى عندك بروب التردد بتاعه يعني يتيح ليك انك تشوف ان بص يا جماعه عايز اوريكم حاجه. شايفين الـ 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 الدايره اللي انا عامله عليها لا لا تخيل ان ده ترانزفيرس سكشن, الصوره الكبيره كلها ترانزفيرس سكشن تمام, بس عندي سكشن اوف ميديان نيرف كل ده والله وشايفين الضغط هي العملة الدائرة دي يعني كده الكروسكشن ايه. فلما يطلعها لنا اكتر من 10 نقول ان العيان ده لايكلي عنده كارفال تانل سندروم. اوكي ده موضوع كبير بالظبط, فهو it's a big deal. بس في نفس الوقت يعني it's very interesting, non-invasive unlike مثلا ال EMG okay. مش painful خالص, البروسيجر ما بياخدش اكتر من 3 دقايق. تمام دكتور, وحضرتك قلتي لو النيرف كوندكشن ريزلتس نيجاتيف فانا هعمل ايه بقى بالالتراساوند؟ هقولك حاجه, لو النيرف انا شفتها في حالات يعني كتير النيرف كوندكشن نيجاتيف تمام, بس العيان بيشتكي بالكلينيكال سيمبتومز اوف كاربال تانل سندروم, نيجي نعمل الالترا ساوند تطلع الكروس سكشنال اريا 11 او 12. من حقك جدا على فكره زي ما انا وريتكم السلايد بتاعه الجريدنج اوف كاربال تانل سندروم ان الكتروفيزيولوجيكال يعني ستدي, في جريدنج معموله هي الكروس سكشنال اريا لما تطلع اكبر من كذا, طب لو من كذا لكذا ده هيبقى برضو مايلد ولا مودريت ولا سيفير خلاص. فانت لما يطلع عندك الالكتروفيزيولوجي نيجاتيف وتيجي تعملي الالترا ساوند وطلع لك الكروس سكشنال اريا اكتر من 10, هتقولي عليه كاربال تانل سندروم ولا لا؟ هقول طبعا. طب هتبقي اتاكدتي اكتر من الكلينيكال سسبشن اللي عندك ولا لا؟ بس كده شكرا خلاص. في حاجه تانية بقى كمان, يعني كل اللي انا قلته في 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 عظمه وفوائد الالترا ساوند طبعا عشان احلل فلوس البروب تمام, دي ولا حاجه بالنسبه لحاجه تانية مهمه جدا 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 ومحدش فكر فيها. حد يعرف اللاينز اوف تريتمنت اوف كاربال تانل؟ ممكن اديله ستيرويدز بقى لو خف خلاص كده يبقى تمام. اديله ستيرويدز ازاي برضه؟ local injection of steroids. طيب مش هيبقى حلو كده وانا بدي local steroid injection بدل ما اديها blind ابقى بصه كده على النيرف guided injection يعني بص ده قمه الوهم يعني ده بقى يعني اللي هو ايه, انت بتبقى دكتور بطنه عادي بس بتفحص في الالترا ساوند بتيجي تعمل يعني ده بص انا هعمل العيان عمليه جراحيه يا جماعه انا داخله اتعقم دلوقتي قمه الوهم. ويا سلام بقى وانت قاعد مع العيان وبتوري له النيرف بتاعه وبتوري له النيدل كمان وهي داخله. انا كده خلاص مش عايز حاجه من الدنيا. عايزين نراعي بالظبط, عايزين نراعي احنا المسافات صغيره قد ايه, يعني الالترا ساوند جايدد انجكشن دي مش حاجه, دي مش بدعه جديده, ده يعني تريتمنت موداليتي موجود او الالترا ساوند جايدد مثلا باراسينثيسيس خلاص او الالترا ساوند يعني ان انا اسحب اي حاجه, ان انا اسحب فلويد من الجسم تمام من اي كافيتي من الجسم ثرو جايدنس ثرو ايمجينج جايدنس, دي مش بدعه, دي مش حاجه جديده. بس انت عايز تقارن لي ما بين الابدومينال كافيتي وما بين الريست, يعني انتم متخيلين احنا بنتكلم في فرق يعني السايز مختلف ازاي؟ فانا لما يبقى عندي طول الريزوليوشن بتاعها يعني وهمي وفي نفس الوقت بتقلل فرصه, طب انا يا جماعه ما انا عايزه احقن, انا عايزه احقن حوالين النيرف تو ريليف السمبتوم, مش عايزه اضرب النيرف نفسه بالنيدل
طب الموضوع ده بقى كوست افيشنت يعني للدكتور اللي دفع نص مليون ده بص لانه اكيد هيعمل لا طبعا طبعا. بس هو انا ليه بسكت لانه هي برضو بتخش فيها حته افيكاليتي لان انت يعني دي من الحاجات اللي بتحول الدكتور لو هو يعني جاب حاجه زي دي في هيز برايفت كلينك بتتحول غصب عنك لتاجر. يعني ما هو انت انا سكت علشان يعني ما هو انت هتطلع فلوس الجهاز يعني هتطلع فلوس الجهاز. فانا دايما بشوف ان البرايس اللي انت يعني هتحطه للعيان على بروسيجر زي ده, والعيان طبعا خلي بالك بيتوهم اللي هو ده يعني انا هعمله الترا ساوند جايدد يعني مش الدكتور اللي هو حقنه. انت فاهم الفكره يعني انت هتحولها من حقنه عاديه لبروسيجر عمليه بالظبط. يعني مش عمليه يعني, بس هي فعلا بتبقى محتاجه على فكره يعني تعقيم يعني بشكل معين يعني لان انت حاجه انفيزيف بتدخلها جوه العيان فانت مش تعالجه من الكارتل تانل وتجيب له سيبتس يعني. فالفكره انه يعني كوست افكتيف او لا دي برضو حسب فاكتورز كتير وانهي مستشفى اللي جايباه وموجود في مستشفى ولا موجود في يعني موجود في برايفت كلينك. هو مثلا انا لما شفته بره مفيش حاجه, السؤال ده مش وارد لانه هي الانشورنس هو اللي بيدفع كل مغطي كل حاجه. طبعا البيشنت ويل نوت ايفر باذر اباوت ذس. اوكي تمام. طيب التريتمنت ان شورت العيان بتاع كاربال تانل لما بيجي وبيتشخص ان هو بصوا يا جماعه from moderate وارقام معينه في المودريت للسيفير. احنا عندنا بعد المودريت في سيفير وفيري سيفير واكستريملي سيفير. خلاص طبعا الفيري سيفير والاكستريملي سيفير احنا بنلاقي السين ده ممسوح جلد على عظم. خلاص بتدي اي حاجه يعني ادويه بس عشان البين لكن خلاص انت بتقول للعيان انه mostly irreversible damage. طيب في البوينت بتاعت اللي هو المودريت او السيفير لسه ما حصلش سينر ويستنج او ويكنس والعيان هيعمل العمليه. خلاص دي برضو بتاعت الجراح سواء العيان هيعمل عمليه او العيان انت هتريت كونزرفاتيف. المسج الكلير لازم تقولها للعيان وتتقال له بالطريقه دي حتى لو يعني that was perceived انه دي harsh way. لو ما بطلتش اللي انت بتعمله بايدك وجاب لك المشكله دي ما تاخدش عليك. معلش هي يعني ممكن تكون الجمله هارش شويه او قاسيه بس اكشلي انا شايفه انه changing the risk factors بتاعت الكارفال تانل اللي هو الست والله العظيم اهم من التريتمنت. بس انا كده بطلب من البيشنت ان هو يغير الاوكيوبيشن بتاعه يعني دي اكيد حاجه مش تبقى تمام سهلة. يعني انت زي ما انت قلتها بميديكال تيرمز انا الجمله دي بسمعها من العيان او العيانه كل يوم. يعني هعمل ايه يا دكتوره؟ يعني هبطل شغل بيت؟ يعني مش دايما برد الرد ده. انت لما بتيجي للدكتور جوه العياده النصيحه اللي بتسمعها نصيحه طبيه تمام. بمعنى انا دايما بوصلها يعني انا نفسي انا عندي بايلاترال كارفال تونس انا عندي بايلاترال مايلد كارفال تونس سندوم عشان انا الستيميليتور اللي انا وريته لكم في الصور ده بضطر امسكه بطريقه معينه وبضغط بطريقه معينه فده بيضايق الريست عندي. خلاص بس انا عارف انا بما ان انا عارفه ده وعارفه ان انا مش هغير يعني طريقه شغلي انا مكمله وانا عارفه ده وعارفه انه السبب والايام اللي ما بشتغلش فيها بالمناسبه برتاح. خلاص فانت بتوصل لديل مع العيان او بتخلي العيان نفسه يوصل لديل مع نفسه. يعني انا دايما بقولها لاي ست بيت او بقولها ايه بقولها بقول لك ايه انت ما حدش هيروح معاك البيت. انت بتقعدي في العياده ربع ساعه او نص ساعه بتاخدي وتدي مع الدكتور. راقبي نفسك من اول ما بتصحي من النوم الصبح لحد ما بتنامي بالليل. لو بتعملي لقيتي نفسك بتعملي 20 حاجه من اول ما بتصحي لحد ما تنامي ال 20 حاجه دول بكره لازم يبقوا 10 تمام. لانه الموضوع طبعا في individual variations مش طبيعيه. مفيش حد خلي بالك في ستات كتير تيجي تقول لك ايه والله يا دكتور ده انا ما بشتغلش في البيت خالص. تيجي كده تاخد فردر ديتيلز تلاقيها بتعمل الحاجات اللي 10 ستات ما بيعملوهاش. ايوه صح خلاص. والعكس في ست تقول لك لا انا يعني بشتغل كتير جدا في البيت. تيجي كده تسالها عن تفاصيل يومها ليه مثلا انا لقيت رز النهارده من الصبح لحد بالليل فهو يعني لا الحقيقه انت تعبتي قوي. فالموضوع فيه individual variation
بس في الاخر انت بتوصل لديل مع البيشنت انه بقول لك ايه اللي انت بتعمله بايدك لازم يقل خلاص. يجي مثلا طب بلاش الست البيت اللي وراها شغل كتير محاسب في بنك خلاص, او حد يعني شغلته involves typing على الكمبيوتر وبيمسك الماوس. خلي بالكم برضو مسكة الماوس يعني انت بتثبت ايدك على الماوس بطريقة معينة, الطريقة دي irritating جدا للنيرف خلاص. بيقول لك عامل ايه يا دكتور, انا بشتغل من الساعة 8 للساعة 5, this is my work position, عامل ايه. بتوصل معاه برضو لديل معينة, البس السبلنت, يعني احنا هوريكم شكل السبلنت اللي ممكن تتلبس. حط كاشن مثلا, في عيانين بيشتكوا اكتشلي من انترابمنت تاني عند القلبه لما بيجوا يسندوا على كرسي مثلا هارد سيرفيس اللي هو خلاص. تقول له طب يا سيدي خلاص يعني الو بسيطه ما تسندش. في عينين بيشتكوا من انترابمنت او نيوروباثيز عشان بينام على ايده, طب استاذنك بعد اذنك ما تنامش على ايدك. في برضو من اكتر, وطبعا الكلام ده ما كانش موجود زمان, هو بقى موجود دلوقتي وموجود اكتر بالمناسبه في الرجاله. يقول لك انا لما يقول لك ايه انا بطارد. يعني عندي الليتل والرينج فينجر بينملوا خلاص. طبعا الليتل والرينج فينجر ده الالنر نيرف خلاص. طب الالنر نيرف كوملي انتراب فين, مش يعني هو في طبعا انترابمنت ادريس بس ميديال ابيكال داين بالظبط كده قد قلبه تمام. فييجي يشتكي لك طبعا انت بقى لازم برضو تبان الدكتور الساحر في عين العيان, تقوم قايل له ايه, تقول له لما بتمسك التليفون ما بتقدرش تكمل اكتر من 10 دقايق في المكالمه ايدك تنمل. طبعا يبص لك على انك الدكتور الساحر اللي هو ايوه يا دكتور صح انت عرفت منين. طب ما حضرتك لما بتمسك التليفون الاكسسيف البو فليكشن ده بيشد العصب خلاص عند يعني عند الابيكول دايز وعند الاوليكران والكلام بيسترتش النيرف يعمل صب خلاص. فانت لو عملت اناليسز مع العيان, وهي مش لازم تبطل تعمل شغل بيت بس اكيد في طريقه تخلينا ان احنا ما نضغطش على النيرف بالطريقه دي تمام. مفهوم الجزء ده؟ فانا شايفه ان موضوع تغيير الريسك فاكتور بالمناسبه كلمة يعني هتسمعوها من عيانين كتير جدا, يقول لك انا مش عايز اعمل العملية بتاعت الكارتل تانل عشان بترجع تاني, او انا عملت العملية ورجعت تاني. الكلمة اللي انا دايما اقولها, لا يا جماعة هي العملية ما رجعتش تاني, انتوا اللي رجعتوا تشتغلوا بايديكوا زي قبل العملية في النيرف اتزنق تاني خلاص. طيب النون سيرجيكال مانجمنت, ما عندناش حاجة غير السبلينتينج analgesics non-steroidal أو local steroid injection خلاص. برضو في papers كتيرة اتعملت بتقارن splinting لوحده versus pharmacological treatment متمثلة في non-steroidal. non-steroidal والحاجات اللي هي زي الالفا تورن اللي هو الالفا كيموتريبسن والسلام ده. الحقيقة يعني الصح ان splinting يجب pharmacological treatment, ودي حاجة اللي يعني مش ممكن عيان مصري يقتنع بيها. العيان المصري عايز يروح عند الدكتور, الدكتور يكتب له علاج. نعمل له الاثنين يا دكتور. مش علاج؟ نخليه إيه؟ يمشي على الاثنين. هو ديفينتلي احنا بنكتب الاثنين خلاص؟ بس عارف اللي بيحصل ايه؟ العيان بيستعمل الدواء وبينجلكت السبلنت. ما شاء الله عليك. خلاص؟ مين وايل مثلا؟ يعني في مكان ما يعني في عياده كده, عياده مش حاجه اسمها عياده كارتل تانل سندروم, يعني كنت حضرتها يعني فتره كده معينه في انجلترا. لا هو انا الكونسلتنت ما كانش بيكتب اصلا فارماكولوجيكال تريتمنت. انا طبعا ده بالنسبه لي لا حضرتك انت بتهدم لي سنين من عمري, انت ازاي ما تكتبش دواء. فساعتها يعني وراني انه لا مش مهم, المهم السبلنت بس. يعني يعني في سوسايتيز معينه الناس بتقتنع بالدكتور بيقوله, ما فيش عندهم فكره لا انا هروح اجيب دواء او الدكتور ده ما بيفهمش ازاي ما كتبليش دواء. اوكي طيب طلعت الجريد بتاعت الكارتل تانل اكتر شويه, حاولت معاه سبلنتنج كتير وما تحسنش, او طلعت لما عملت رسم عصب طلعت الجريد مثلا مودريت ومش عايزه اعمل الريليز السيرجيكال ريليز دلوقتي, ممكن اعمل ايه؟ اعمل الستيرويد انجكشن. ده شكل السبلنت. باي ذا واي احنا صحيح كاتبين نايت سبلنتنج, بس احنا بنقول للعيان لو تقدر تلبسها طول اليوم يا ريت.
السبلنت دي انا عايزه اقول فيها حاجتين. لو تاخدوا بالكم هي عامله immobilization للرست، بس الثمب والفينجرز جوينت ار فري خلاص. الرست دي ولا هتمنع التايبنج ولا هتمنع الهاوسهولد اكتيفيتيز، بس اللي بيحصل كالاتي: تيجي ست البيت تشتغل تلاقي السبلنت مضايقاها، تقوم يعني تقوم قلعاها. تمام، عشان كده الناس ما هياش كومبلاينت قوي في موضوع السبلنت ده، عشان كده بنقول لهم اتليست البسوها بالليل. الحاجه الثانيه، السبلنت دي رغم ان هي منظرها باين قدامنا ان هي عامله يعني المفروض immobilization للريست موفمنت، بس هو اكشولي انت لو لابس السبلنت دي هتقدر ان انت تبني يور ريست وتعمل فلكشن واكستنشن. طب فايدتها ايه؟ فايدتها مور اور ليس ريمايندر ان انا عندي مشكله ناتجه عن الاكسسيف فلكشن اند اكستنشن اوف ذا ريست، تنبهني طول ما انا لابساها مش لازم اتني ايدي لحد الاخر ويعني واعمل اكسسيف فلكشن او اكسسيف اكستنشن. تمام، مفهوم؟ اه مفهوم. في الاونلاين ليكتشرز دي في واحد يبقى مهمته بس يرد على الدكتور اللي مش شايفه ويقول له مفهوم، واحنا معاك يا واحد بس في الدفعه انا معاك. طيب ده شكل الـ يعني منظر كده للوكال ستيرويد انجكشن، والاحسن منه بقى احنا قلنا عليه ايه؟ الالتراساوند. ده شكل البروب، وده المنظر اللي احنا بنمسك بيه البروب عشان نطلع السكشن ده، السكشن اللي باين قدامنا كسونوجرافيك بيكتشر. ده ترانسفيرس سكشن خلاص. انا عايزه اشاور لكم على الميدل نيرف وعلى النيدل. شايفهم دي النيدل. تمام، وده الميديان نيرف. احنا بنعمل انجكشن جوه النيرف. لا 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 جنب استغربت برضه ليه كده؟ ليه يعني انت ربنا كرمك ومديك برو ومديك جهاز ادخل في النيرف ملايين وعين برضه في العيان دي عشان يجي لي تاني؟ يعني بقى يا ماشي. المهم لا طبعا انت بتنجكت في الشيث اللي حوالين النيرف، اوكي، في السبيس اللي حوالين النيرف. تمام ماشي. طيب الحل الاخير اللي هو الفيجن اوف ذا ترانسفير ليجامنت او الفلكتر اللي احنا اتفقنا في الكلام على طبعا يعني اتكلم طبعا انا يعني والله ما ينفعش اتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالجراحه، بس يعني معلومه على خفيف، في منها اوبن وفي منها اندوسكوبيك. الخلاصه ان هو دلوقتي ممكن يتعمل يعني اوت بيشنت بروسيجر، اتس نوت ا بيج ديل وما هياش ميجر سيرجري. والكونسبت اللي بصوا يا جماعه ما فيش حد عندنا في يعني في الاسره او في العيله ما عندوش كارفال تانل، يعني لازم هتلاقي والدتك، اختك الكبيره، والدك، خالتك، واتيفر، لازم ما فيش ست ما بتشتكيش ان ايديها ما بتنملش خلاص. الناس اللي هتلجا، وطبعا الناس كلها ايه، هو بالمناسبه العيان بيروح للدكتور كلاست ريزورت. لاست ريزورت هو بيسال كل الناس اللي حواليه وبيسال الجيران وبيسال قرايبه، وبعد كده طب يعني يلا هروح للدكتور. فيعني بما ان حضرتك الدكتور، الكونسبت بتاع انا عملت العمليه والسمبتومز رجعت اوحش من الاول، فانا مش عايزه اعمل، او يعني قريبي عمل العمليه والسمبتومز رجعت وحشه فانا مش عايزه اعملها، ده كونسبت غلط خالص. الرد بيبقى لا، العمليه مش وحشه بروفايدد ده طبعا يعني ان اللي عملها سيرجن يعني adequate surgeon with adequate technique. لا، هي العمليه مش وحشه، حضرتك اللي رجعت تستعمل ايدك زي قبل العمليه فالسمبتومز رجعت. عايزه اقول دكتور، هو مش برضه الجمله بتاعتي ايه؟ ويا دكتور اللي جامد كده كده مقطوع. دي الجمله والله هي مش عارفه دي بيحصل لها شغل تاني. ما انا هقول لك، هو ليه الجمله بتاعت السمبتومز رجعت اوحش بعد العمليه؟ فايبروزس اوحش دي، شكرا، سيرجيكال فايبروزس، بس مش هي اللي زنقت النيرف تاني. انت عملت تاني اكسسيف ريست فليكشن اند اكستنشن وبقى عندي فايبروزس، سيرجيكال ووند فايبروزس، فزنق النيرف اوحش من الاول. تمام يا جماعه، انتوا فاهمين السيرجري احنا بنعمل يعني ايه؟ هي بتتخليات، احنا
احنا بنوسع الدنيا على الـ على الـ لا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقطع بنقطع معلش عندي سؤال بس خلاص الدنيا بتريح هو عندي سؤال بس معلش هو دلوقتي مش الترانسفيرس كاربال ليجامنت ده يعني اكيد ليه فانكشن ان هو يمسك التندونز مع بعض عشان يخلي الموفمنت صح او قويه يعني اكيد انا كده باثر على حاجه يعني لا مش زي ما انت متخيل ان برضو زي ما احنا قلنا احنا بنتكلم في يعني في 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 حاجه مساحتها قد ايه تمام هو اكيد طبعا طبعا يعني ربنا ما خلقش حاجه في جسمنا ما لهاش وظيفه تمام بس انت يوم ما بتقطع يعني انت دلوقتي عندك نيرف سوالن خلاص او واحد قدره ان الكارفال تانل عنده ضيق أزيق من النورمال رينج ودي ديتيلز اوف ذا بروسيجر هل هو احنا بنقطعه خالص بنقصه تمام برضه يا جماعه احنا بنتكلم في حاجه فيو مليمترز يعني مش حاجه كبيره ولا بنقطع فيه يعني بنقطع فيه فبنوسع شويه على الميديان نيرف ايوه المهم رايي ان احنا نفهم الكونسبت احنا بنوسع شويه التانل عشان الميديان نيرف اللي كومبرسد ده نريليف الكومبريشن نعمل ان كومبريشن للنيرف ايه رايكم في الكونسبت ده طب دكتور هو ايه الانديكيشن بتاعه السيرجري اصلا الانديكيشنز بتاعه السيرجري انه العيان اهم انديكيشن ان انت لما تيجي تعملي نيرف كوندكشن طلع لك سيفير يعني الارقام اللي احنا قلنا بنحسبها بحسبه معينه فبنعمل جريدنج الجريدنج طلع سيفير يعني انا لما بيطلع لي لما بعمل رسم العصب وبيطلع لي العيان سيفير وطبعا زي ما قلنا عيان الكارفال تانل جاي يعمل الاختبار او اكشلي الدكتور اصلا بعته يعمل الاختبار علشان يشوف هيعمل عمليه ولا لا واسعد خبر بيسمعه انك انت تقول له لا انا انت الجريد بتاعتك مش درجه عمليه ما تخافش الدكتور مش هيعمل لك عمليه يوم ما بطلع على فكره في جريد معينه كده اسمها مودريتلي سيفير يعني بنضطر مرات نكتبها تمام انت يوم ما بتطلع مودريتلي سيفير او بتطلع سيفير وما عندكش سينر يعني ما عندكش سينر ويستنج لدرجه ان العضله ممسوحه يعني لا ده لسه في بلك محترم للعضله خلاص والعيان يسالك انت انا هعمل العمليه الدكتور هيقول لي عمليه هتقول له اه الدكتور لما يقرا في المودريت مودريتلي سيفير ايفن المودريت يا دكتوره مودريت وكتبت في التقرير مودريت والعيان راح للسيرجن اللي بعته قرا في التقرير بتاعي مودريت خلاص والدكتور مش عايز يبقى يعني اجريسيف ويعمل عمليه هيعمل ايه يا هيدي ميديكال تريتمنت ويقول للعيان طب اشوفك كمان شهر مثلا يا اما هيدي هيعمل لوكال ستيرويد انجكشن خلاص دي من اللاينز اوف تريتمنت المودريت كارفال تانل خلاص يا اما هيعمل سيرجري طب هو لو ما عملش سيرجري واختار ميديكال تريتمنت او كورتيكوستيرويد انجكشن والعيان رجع له تاني بعد شهر قال له انا ما اتحسنتش هيعمل سيرجري تمام بس دكتور هو السينر اتروفي دي هعمل ولا مش هعمل لو عندي بصي هقول لك حاجه لو بالمنظر اللي انا وصفته او يعني اللي انا وريته في الصوره في سيرجنز كتير they don't go for surgery يعني هيقول لي يعني هيقول لك يعني هيبقى صريح مع العيان بيقول له لا يعني بطريقه كده طبيه لطيفه هيفهمه يقول له ساينتفك كده او ميديكال جينزنج هو لا انت الهدف اللي احنا مستنيينه من الجراحه مش هيتحقق مش هنعمل بس لو مايلد خلي بالك برضه السيرجري انا عايزه اقول لك على حاجه السيرجري سكول جدا جدا يعني الفرق في فرق كده بين البطنه والجراحه في ايه البطنه هتلاقوا جايد لاين الامريكان سوسايتي اوف هايبرتنشن البريتش سوسايتي اوف بريفرال نيرف ديزيزز جايد لاين 1 2 3 4 ات ازنت اب تو يو في جايد لاين هتعملها يعني كنت يعني فيسنج ايتش كلينيكال سيتويشن الجراحه لا على فكره الجراحه في جزء كبير منها اكسبيرمنتال وسكول اكيد طبعا في جايد لاين طبعا في الجراحه يعني بس اقصد اقول يعني في سكول في عيان في دكتور مثلا انا شفت دكاتره سيرجن خلاص يقول لك ايه حتى لو في سيفير سينر ويستنج انا هعمل العمليه وريليف الكومبريشن على عن الميديان نيرف على الاقل البين اللي عند العيان والباراستيزيا الرهيبه تروح طب انا
يعني انا دلوقتي المفروض ابقى عارفه امتى بمشي. انا ممكن ازودها في الكلام اللي موجود في السلايد عشان ما يبقاش في لخبطه. ان سيفير كيسز خلاص احنا بنجو فور ذا سيرجيكال ديفيجن. يعني انا صراحه كنت حاطه سلايد بتاع هنا فاكتور سيفرنج سيرجيكال يعني تريتمنت بس شلتها لان حسيت ان تفاصيلها انا بس اعرف سيفير ومش لازم اعرف بالضبط يعني مش لازم اعرف السينر اتروفي عشان دي فاليو. وانا هزود السلايد دي اقريها بس هي فيها فاكتورز كتير يعني فعلا فيها فاكتورز كتير انا مش شايفه ان انتوا المفروض تعرفوا. خلاص هو نعرف السيفير تمام يعني السيفير كيسز اوف كارفال تانل بيجو طبعا فور سيرجيكال سيفير. بصي سيفير اند ريفراكتوري كيس. ايه رايك في الجمله دي؟ تمام. نيجي بقى للتوبيك اللي هو المفروض التاني في المحاضرة والمفروض ان هو ما ياخدش مننا اكتر من 5 دقايق اللي هو الديكرفان كينوسينوفايت. حد عارف يعني حد سمع عنه قبل كده؟ اللي هو بيحصل فلاكشن في الجيتورم بروفاندس تقريبا صح؟ البالمر فاشي بيحصل فيها ثيكنينج بسبب اما مثلا ثيكنينج الكوليزم كده. لا اللي انت قصدك عليه يا دكتور لا ده الدوبل سوري سوري ده تخبط ايوه كومبريشن في الفيرست اكستنسر كومبارتمنت بره يا تيمور انا ريحتني جدا جدا والله. ايوه صح سوري كومبريشن يا دكتور على الفيرست اكستنسر كومبارتمنت الفليكسر الاكستنسر بريفيس والابدكتور لونجس ابدكتور بولسس لونجس. طيب حلو جدا. الدكتور اللي جاوب وقال ان هو كينوسينوفايتس او كومبريشن او واتيفر في ال... انت قلت فين يا دكتور؟ الفيرست اكستنسر كومبارتمنت. طيب انا غصب عني لما تيجي انت تجاوب سؤال زي ده هسالك اقول لك طب هم ايه تعرف ايه عن الاكستنسر كومبارتمنت اوف ذا ريست؟ مش هقول لك هم سته هم سته بس قولهم يا قولهم يا سيف يا سامي بالظبط كده. انا اعرف حاجات يعني ده اذا كنت انا مش حافظه غير الكومبارتمنت الاولاني. انا حافظ الاول والسادس الصراحه. طيب يعني ماشي جود فور يو برافو عليك زي ما انت قلت هو بس هو مش كومبريشن هو برضو كينوسينوفايتس او حاجه اسمها سكينوزنج كينوسينوفايتس في الفيرست اكستنسور كومبارتمنت اوف ذا ريست اللي هو فيه ايه المفروض يتعرفوا يعني ده مهم ان هما يتعرفوا لان هو اللي هيسالك في الذكر بقى اول حاجه عنده ان هو يقول لك اسامي التو تندنز ايه. في ناس كتير بتتلخبط فيهم هما الاكستنسور بولشس بريفيس والابدكتور بولشس لونجس خلاص. ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان الكومبارتمنت ده بصوا يا جماعه كل الريست كومبارتمنت كتندنز وكنيرز كلها يعني ما فيش سبيس قوي خلاص very limited space. ده بيحصل ان two tendons دول واحنا اتفقنا ان احنا حركة الايد يعني two thirds of the hand function موجودة في الثمب خلاص especially برضو في الستات اللي بيعملوا household activities كتير تلاقيها بتحرك في الثمب كتير جدا. اللي بيحصل ان two tendons دول بيتشدوا جنب او يعني قريب قوي من الراديال ستايلويد بروسس. طيب الموضوع ده لما بيحصل ريبيتاتيفلي بيحصل ايه؟ بيحصل انفلاميشن اللي هو باي ديفينيشن كينوسينوفايت. العيان بيجي يشتكي لك من ايه؟ بيجي يقول لك انا عندي البيز اوف ذا ثم يوجعني جدا. طيب معلش بقى انا لما عيان برضو سيبكم ان احنا بنتكلم في الذكر فان كينوسينوفايت انا عيان جه اشتكى لي وست بقى كمان قالت لي ده انا البيز اوف ماي ثام بيوجعني جدا يا دكتور هيجي على بالي ايه؟ في حاجه كده ممكن تنور في مخي افكر انه ده ممكن يكون عنده كذا ما ممكن تبقى برضو حاجه ارثرايتس يعني. لا مش حاجه ارثرايتس حاجه روماتويد يعني روماتويد هو بتتكلم على واحد مش عارف اسمه تقول له اهلا حبيبي ازيك لا ايوه هاند ايروسيف هاند اوستيو ارثرايتس
تمام اللي هو المفروض ان انتوا باي ناو تكونوا يعني اخذتوه ويكون تكون يعني يكون برضو تعرف ان هو حاجه اسمها يعني ده فاريانت من الاوستيو ارثرايتس يعني الديزيز نفسه فاريانت اسمه ايروسيف اوستيو ارثرايتس وبيجي في الهام وبيجي في الفيميلز اكتر. الكلام ده اتقال قبل كده ولا لا؟ سمع قبل كده ولا لا؟ ما خدناهوش. لا ما خدتوش. لا ما خدناش غير الاوستيو ارثرايتس بس. وطبعا اخدت الاوستيو ارثرايتس اللي هو الويت بيرنج. الويت بيرنج. طيب بصوا يا جماعه الاوستيو ارثرايتس في منه فاريانت اسمه ايروسيف اوستيو ارثرايتس ده بيجي في السمول جوينتس اوف ذا هاند. طيب احنا بنفرقه ازاي عن الروماتويد ارثرايتس؟ طبعا بحاجات كتير جدا. اكيد اكيد اخذتوا الجدول المشهور بتاع ازاي نفرق روماتويد ارثرايتس عن اوستيو ارثرايتس. ستيفنس البيشنت نفسه يعني دي بتبقى فيميل ان ذا ميدل ايج الست بتاعه الاوستيو ارثرايتس سواء هاند او ني بتبقى اولدر ايج جروب. المهم ان البيكيولير جوينت او السبيسيفيك جوينت اللي بيجي فيها الهاند اوستيو ارثرايتس حاجه اسمها السي ام سي الكاربو ميتاكاربال جوينت خلاص او البيزل جوينت اوف ذا ثام. وبيجي في مكانين تانيين بحاجه اسمها البوشارد والهيبردن نود في البي اي بي وال بالضبط في لما بتيجي في الدي اي بي بيبقى اسمها البوشار نود ولما بتيجي في الدي اي بي بيبقى اسمها الهيبردن نود. تمام لا الكلام ده مش مهم خالص ليه يعني او يعني ازونج از ان هو ما تقلقوش محاضره الاوستيو ارثرايتس يبقى يعني ايه مش لازم تعرفوه. انا ليه بقوله هنا انا ايروجن ممكن كباثولوجي بس ما قالش ان ده تايب لوحده. مش سامع يا دكتور قول تاني معلش. الدكتور كان قايل ان في ايروجن ممكن يحصل في النون ويت بيرنج جوينتس بس ما قالش ان ده تايب لوحده يعني كان قايله تحت. يعني هو فاريانت اسمه ايروسيف اوستيو ارثرايتس بلاش فاريانت بلاش كلمه فاريانت ايروسيف اوستيو ارثرايتس اوف ذا هاند osteoarthritis of the hand and wrist. مش ايا كان انا ليه مش عايزه انه يعني ما دام التفاصيل دي ما سمعتوهاش بالطريقه دي يبقى مش مهم خلاص. انا ليه بقولها هنا ان انا برضو بتكلم على ديزيز بيأفكت يعني الـ الجزء ده من الصم. يعني انا بالنسبه لي ده سؤال هو انا العيانه اللي قاعده قدامي دي عندها ديكرفان يعني لها ستيرويد ولا عندها هاند اوستيو ارثرايتس هادي التريتمنت بتاع الاوستيو ارثرايتس. هو هي دي الفكره عشان كده انا قلت الكلام اللي فات. دكتور معلش ممكن سؤال بس؟ اتفضل. هو ايه اللي سبب الانفلاميشن في التندونز؟ نفس الفكره اوفر يوز انجري اكسسيف ريبيتيتيف ثمب اند ريست موفمنت التو تندون دول اللي اوريدي المكان اللي بيعدوا فيه ضيق واوسيس اوسيس فايبر اوسيس ما هواش كده يعني متحوط بمصل يعني تحميهم تنزل بقى خلاص معدية جنب الراديال تايلويد بروسس عمالين كل شوية يخبطوا فيه مع الحركة الاكسسيف اللي يعني الواحد ممكن يعملها 150-200 مرة في اليوم من غير ما يحس فهيحصل انفلاميشن في المكان ده. تمام يعني نرجع للسلايد دي تاني ثواني شايف المكان ده؟ المكان ده هو مكان اللي بيعدي فيه التندنز جنب الستايلويد الراديال ستايلويد بروسس. تخيل انت التندنز دول عمالين بيخبطوا كل شويه وبيجلايد وبيتحركوا جنب جنب حته عظم هيحصل ايه غير انفلاميشن؟ ايوه صح. تمام شكرا يا دكتور. طيب ايه الايتيولوجي؟ او زي ما انا قلت لك ريبيتيتيف ريست موشن سبيشالي اولر ديفيشن اوف ذا ريست فهيحصل انفلاميشن. بصوا يا جماعه بقى الاسباب بتاعت انه دايركت بلو او اكيوت تروما او اكيوت سترين تمام ماشي اوكي وارد ان انا يعني لو واحد عمل دايركت بلو وديفست او شال حاجه بطريقه غلط ممكن يعمل ده بس الديكيرفان اللي احنا بنشوفه في براكتس الكرونيك اوفر يوز فورم. تمام زي ما برضو على فكره الكارفال تانل هو في اكيوت كارفال تانل في اكيوت كارفال تانل طبعا يعني واحد كده اخذ مثلا ريست تروما واحد حصل عنده ريست لوكيشن او فراكشر هيعمل له اكيوت كارفال تانل بس انت يوم ما تيجي تقول قدام حد كارفال تانل الصوره اللي يعني اللي في اذهاننا بتبقى ايه اللي هو الكرونيك فورم اوف كارفال تانل اللي هو العيان اللي بقاله شهور او سنين بيشتكي. تمام Thank you.
خلاص طيب انا برضه نرجع تاني للسؤال. اتفضل. هو معلش بس ممكن تاني بس ازاي نفرق ما بين الايروسيف اوستيو ارثرايتس؟ انا لسه هقول اهو بالسلايد دي. اوكي خلاص. زي ما بقول انا ده بالنسبه لي انا سؤال، هو انا العيانه اللي جايه بتشتكي لي من البيز اوف هير ثامب، هو سبيشال يا جماعه بصوا يعني انا كان نفسي فعلا ان الامور في البراكتس في الكلينيكال براكتس تبقى as evident and as clear as ما احنا بنقراها وبتتشرح لنا خالص. العيان يعني ممكن يكون في عيان مثلا عنده decurbantino synovitis مع هاند اوستيوارثرايتس، هل في ما يمنع وجود الاثنين مع بعض؟ مفيش. لا تمام. وده الضغط انا مش واخد بالي انه يعني مثلا الدكتور اللي انا سالته في الاول انه يعني ايه ديكيرفان، وهو الديفينيشن اللي قاله بتاع الدبوترين، هل في حاجه وجود الدبو انت؟ ايوه انا. انت بتقول ليه وانا مش شايفه حد فيكم، يعني كان ممكن ما تقولش انه انت بس انا فاكره. لا عادي. طيب المهم هل في حاجه تمنع ان انا يبقى عندي تينو ساينوفايتس ديكيرفان مع دبوترين؟ لا أصلاً. لا انا عايز اقول لكم يعني على حاجه، انتوا عارفين ان في حاجه اسمها دايابيتك هاند سندروم، اصلا الدايابيتك هاند دي ممكن يبقى فيها في نفس الايد تينو ساينوفايتس وكاربال تانل وتريجر فينجر ودوبوترينز، تخيلوا ان دي حاجه اسمها دايابيتك هاند ان شاء الله. بالظبط. ف يعني صحيح انا او يعني صحيح هم قالوا طب يا جماعه اللي هيبقى شخص ديكيرفان صح يعمل حاجه اسمها الفينكلشتاين تيست تمام، بس هل يعني ده يمنع ان ممكن يبقى فيه هاند اوستيو ارثرايتس؟ لا اكيد ممكن يبقى فيه. يعني انت لو عملت اكس راي على ايد عيان عنده ديكيرفان مش المفروض انه يطلع فيه ساين خلاص، لان ده ولا حاجه في الجوينت ولا حاجه. بالظبط. انا عملت له اكس راي وطلع اوستيو ارثرايتس تشينجز، وانا كده اتاكدت ان هي بالظبط. يمكن يطلع حاجه اسمها soft tissue shadow لان انت عندك fluid زياده accumulated تمام، او في inflammation، بس soft tissue shadow دي حاجه يعني انت تشوفها انا ما شفتهاش، يعني مش specific ومش بتبان قوي يعني في مش اي حد يشوفها في الاكس راي، لكن osteoarthritic changes هتبان خلاص. ايه الفينكلشتاين تيست ده؟ الفينكلشتاين تيست ده العيان ممكن يعمله نفسه وانت ممكن تعمله للعيان. اللي بيحصل ان احنا بنبند الثامب، يعني انت بتشد الصباع الكبير يبقى اكروس ذا ريست خلاص، يعني بتخلي الثامب فليكسد توورد ذا ريست ميديالي خلاص. وبعدين بتخلي العيان يعمل فيست. مش احنا اتفقنا ان اي بروفوكاتيف تيست او دايجنوستيك تيست بنلست انا will quote your words، في حد فيكو قال بن elicit أو بن simulate الباثولوجي؟ مش إحنا مشكلتنا التو تندن اللي مزنوقين أو فيهم strain أو فيهم inflammation؟ طب إحنا هنproduce symptoms، هنخلي العيان يعمل fist بالطريقة دي وهنخليه يعمل under deviation للrest عشان يحصل stretch للتندن على الستيلويد بروسس. العيان ساعتها يعني هيصوت في وشك بالورقة، بس يعني هنسقف ونقول برافو لان احنا كده شخصنا تمام. خلاص. المانجمنت فكره الاكتيفيتي موديريكيشن، زي ما قلنا ان احنا هنعمل حاجه اسمها نايت سبلنتنج او سبلنتنج عموما في الكاربال تانل. في الكاربال تانل هنستعمل سبلنت معينه للبيز اوف ذا ثامب او للتندنز اللي هي في الفيرست دورسال كومبارتمنت اسمها ثامب سبايكر خلاص. اسم السبلنت دي مهم جدا، اسمها ثامب سبايكر خلاص. ونفس الفكره ستيرويد انجكشن برضو اخر لاين اوف تريتمنت اللي هو ان ريفراكتوري كيسز وي دو سيرجيكال ديكومبريشن، انا ما شفتهاش يعني الكلام ده تكتب خلاص، انا ما شفتهاش. اني حضرتك ما شفتهاش معلش يا دكتور، ان احنا نوصل انه من كتر ما الديكيرفانتينو ساينوفايتس ريفراكتوري او سيفير ان احنا نعمل سوارس دي ولا ايه؟ ديكومبريشن ايه
أنا مش سامع، ما سمعتش حضرتك، ممكن تقولي تاني معلش؟ كان بقول لحضرتك يا دكتور يعني موديفاي اكتيفيتي اللي ده المشكله دي خلاص. تاني حاجه السبلنتنج، اسم السبلنت مهم، يعني انا ما قلتلكوش اسم السبلنت في الكارفال تانل، مش مهم ليها اسامي كتير، لكن هنا اسمها ثامب سبايك سبلنت. طيب العيان مرتاحش على مثلا ادينا له ستيرويد وادينا له سبلنتنج ومرتاحش، هنعمل ايه؟ ممكن نعمل ستيرويد انجكشن خلاص. وبرده بعد الستيرويد احنا بنقول للعيان انت محتاج ايموبولايزيشن يعني سبلنتنج خلاص. اخر لاين اوف تريتمنت انه ان ريفراكتوري كيسز، انت على فكره لو بصيت على اللاين اوف مانجمنت اللي هو تيبيكال كارفال تانل تيبيكال تمام. بس اللي انا بقوله يعني ان انا في الكارفال تانل شفت مليون حاله سيرجيكال ريليز فيري كومن، لكن انا ما سمعتش قوي عن حد بيعمل سيرجيكال ديكومبريشن للفيرست دوستال كومبارتمنت تمام. يعني ما عمر ما وصل للذكر بان ان هو كان سيفير لدرجه انه ان العيان يروح لاورثوبيديك سيرجن يعني سيرجن يعمل له ديكومبريشن. اوكي اوكي دكتور، هي مرتبطه بسن معين؟ سن معين الذكر بان ما هو نفس الكلام ده اوفر يوز انجري، يبقى يعني في الميدل ايج تمام، وفي الفيميلز اكتر نفس الفكره في الكارفال. بصوا يا جماعه في حاجه كده مثلا في الشولدر، شولدر بيري ارثرايتس خلاص، في حاجه اسمها فليكسور تينوساينوفايتس في الريست، في حاجه اسمها جولفر والتنس البو، كل الحاجات اللي المسكل سكيليتال دي في ناس كتير بتسميها سوفت تيشو انجري او اوفر يوز انجري. الاوفر يوز انجري دي مرتبطه اكتر بالاكسسيف يوز وبالفيميلز لو بيشتغلوا اكتر من الميل، وفي الميدل ايج تمام. دكتور عندي سؤال، ده شكل دكتور، هو مش السبلنت دي بتعمل المسل ويكنس؟ قول يا دكتور. السبلنت دي او اي سبورت لاي جوينت مش ده بيعمل مسل ويكنس؟ بص انا هقول لك انت المعلومه دي انت جايباها منين. العيانين اللي بيبقى عندهم لامبر ديسك برولابس ويلبسوا الحزام صح، مش انت جايبه المعلومه دي من الجزء ده يا دكتوره؟ اللي هو بتاع السيرفيكال في حاجه كده في الرقبه هم بيلبسوها. ايوه نفس الفكره اللي هو الكولر، النيب كولر. صح. طيب احنا دايما نقول للعيانين اللي عندهم مثلا ديسك برولابس سواء في سيرفيكال او لامبر، من الموداليتيز اوف تريتمنت حاجه اسمها اورثوزيس. اورثوزيس ده يعني اللي هو الناس اللي بتلبس حزام للظهر خلاص، وتقول لك مثلا ايه بالذات بقى لو ست كده كبيره واوبيز، انا ما اعرفش انزل مشوار من غير ما البس الحزام بتاع او الناس اللي بتبقى ونفس الفكره برضو الناس اللي بتلبس الني اللي هي الركبه او الرباط الضاغط اللي حوالين الركبه. انت فعلا يعني انت بتضحي بان انت ما يجيلكش وجع بان انت بتخلي المصل ما بتتحركش، فبيحصل فيها حاجه اسمها ايه؟ ديسيوز اتروفي. صح الكلام ده ثيوريتيكالي مظبوط، بس فاكرين ساعه السبلنت بتاع الكارفال تانل انا قلت ايه دكتوره؟ دي حته قماشه، ده فايبر قماش مقوى. انا قلت في السبلنت بتاع الكارفال تانل ايه؟ العيان هيقدر يثني كوعه، هيثني قصدي الريست بتاعه، وهيعمل فليكشن واكستنشن. اتس جاست ا ريمايندر. ما انا قصدي ان حتى الركبه بتبقى كده، بتبقى نفس الماتيريال. لا ما لا لا الركبه والحزام بتاع الظهر والحزام والرقبه، بالمناسبه حتى الرقبه اللي هي النيك كولر السوفت نيك، في نوعين، ده في ثلاث انواع كمان، ده في سوفت وسيمي ريجيد وريجيد خلاص. عشان كده لو تاخدوا بالكم لو اي حد يعني تعرفوه عمل عمليه في رقبته، العيان اول ما بيطلع من العمليه السيرجن بيبقى عايز كومبليت اكتوال ايموبلايزيشن، فبيكتب له هارد كولر او ريجيد كولر
خلاص. لكن لو عيان يعني عنده شوية مشاكل في رقبته ستيفنس الدكتور هيبقى عايز ايه؟ هيبقى عايز بس يفكروا انك عندك مشكلة في رقبتك، فبلاش ايه تبص يمين وشمال كتير، تحرك رقبتك كتير، فبيكتب له soft color. ده نفس الفكرة الإيموبيلايزيشن اللي بيعمله الحاجات اللي شبه دي ما هوش لدرجة المصل ويستنج أبدا أبدا يعني. تمام شكرا خلاص. نعم ده برضو شكل الستيرويد انجكشن في الفيرست دورسال كومبارتمنت. طيب هو احنا ليه في الاول انا سالت الدكتور قلت له طب انت تعرف ايه عن الريست كومبارتمنت وهما كام واحد والكومبوننت ايه؟ لانه يعني احنا طبعا اكيد في الترا ساوند جايدد انجكشن يعني، بس هو الحقيقه يعني المكان ده سهل ويعني ده في فتره كتير اسام بوينت حقنوا فيه، بس انت محتاج تبقى عارف اللاند ماركس بتاعتك يعني اتليست. بص الـ 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 الدكتور صوابعه اتليست هو ديفايننج ايه؟ هو ديفايننج الستايلويد الاندر الريديال ستايلويد بروسيس وعامل جلايدنج للتندنز، اتاكد ان هما يعني ان هو يعني ايديه على التندنز نفسها بتاعه الفيرست دورسال كومبارتمنت يحقن في الشيت او السبيس اللي حوالين التندنز. السلايد دي انا ما لهاش اي سيجنيفيكانس حطيتها علشان اكون حاجه طبعا قلتها واحنا بنتكلم ان عايش ورجلك على من وجع خلاص. ده يا ريت انه حتى بيجي يقول لك انه عنده وجع. بالمناسبه عيان العيانين ما بيعرفوش قوي يفرقوا بين ثلاث حاجات، ما بيعرفوش يقولوا بالكلام العربي البسيط حتى ما بيعرفوش قوي يفرقوا ما بين النمبنس والبين والويكنس خلاص. يعني العيان ممكن يجي يقول لك ايدي بتوجعني خلاص، هتقول له حضرتك وجع ولا تنميل؟ يقول لك لا تنميل. تمام هيجي يقول لك ايدي بتوجعني حضرتك او ايدي بتنمل حضرتك تنميل يعني انت مش حاسس ولا بتمسك كوبايه تقع منك. بتمسك كوبايه تقع منك دي انا بالنسبه لي معناها ويكنس خلاص. فانا ليه جايبه الشكل ده؟ انا جايبه الشكل ده لانه حاجه تانية في، وبالمناسبه بقى دي ما بتبقاش كمان غلطه يعني عيان لا هو انت كم مره حصلت ان انا يجي لي ريفيرال نوت من دكتور بليز فور نيرف كوندكشن ستادي عشان هو سسبكت كاتب كويري او سسبكتنج كارفال تانل سيندروم خلاص. طيب هو كاتب انه كارفال تانل سيندروم، انا لما باجي اعمل الستادي بتاعتي واكتشولي اسال العيان على الكومبلين بتاعته يجي عيان يقول لي انا بشتكي من، بصي يا دكتور انا صباعي الصغير واللي جنبه بينمل. تمام ده اللي هو مش يعني كاربال تانل خالص، ده ألنر نيرف، ده هو مش ميديان نيرف، ده هو ألنر نيرف. في استادي اتعملت في جامعه من جامعات القاهره انا مش فاكره يعني انهي واحده بالظبط، شافوا اكيد حلوين الريفيرال اللي بيجي لهم يعني ما مش ماشي اوكي لا والله انا مش فاكره كانت عين شمس ولا القاهره، بس انا فاكره كويس قوي انه يعني ان هي كان الايم اوف ذا ستادي الحالات اللي بتيجي لعياده رسم العصب في الجامعه الريفيرال هم ريفيرد على ان هم كاربال تانل طلعوا ايه في الاخر. طبعا انا بالنسبه لي الاول اول ما قريت ايه يا جماعه في ايه يعني ما هو حاله متحوله انها هتطلع كاربال تانل يا هتطلع كاربال تانل يا اما لا زي ما قلنا انه يعني لا بمعنى ايه مش انها تطلع تشخيص تاني لا ان العيان لما عملنا الرسم طلعت القرايات مظبوطه خلاص. لا كم دكتور بص الاستادي كانت نتيجتها مهازل يعني الحقيقه انه كم دكتور محاول العيان على انه هو كارفال تانل وطلع كوبيتال تانل انترابمنت اوف ألنر اد ذا البو او ان العيان اصلا ما عندوش حاجه والكومبلين لو ان عملنا لها اناليسيس مظبوط هتطلع روماتويد ارثرايتس او هتطلع هاند اوستيو ارثرايتس او هتطلع ديكيرفانتينو ساينوفايتس خلاص او هتطلع انترابمنت للسوبرفيشال ريديال نيرف اللي هو اساسا مش في الباند ده في الدورسال اسبيكت اوف ذا ثامب خلاص وحصل فيه انترابمنت والدكتور مثلا ديدنت بادر ان هو يكشف على العيان مظبوط او الدكتور مش فاكر الاناتومي مظبوط فحوله بريفيرال غلط فلما عملنا التست طلع نتيجه ثانيه خالص اوكي. فانا بس الصوره دي عشان نفتكر حاجه معينه مش دايما الدكتور بيبقى كاتب الريفيرال مظبوط وما
مش دايما العيان السيمتومز بتاعته بيبقى عارف يقولها بطريقه مظبوطه، او ايفن حتى انه عنده كونديشن واحده، هو اساسا ممكن يبقى عنده، يعني هو ممكن يكون عنده كارفال تانل حلو وروماتويد، يعني عنده روماتويد ارثرايتس جايب له سكندري كارفال تانل وسكندري اوستيو ارثرايتس، فالثلاث صور دول ممكن يبقوا صوره واحده تمام. other causes of breast and hand pain ده just enumeration. ganglion حد عارف يعني ايه ganglion؟ ganglion جروب اوف نيرف كولكشن اوف نيرف بوديز. لا 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 بص ارجع بقلت الزمن، احنا في سنه رابعه الكلام ده كان زمان جدا. ganglion cyst حد عارف الباثولوجيكال تيرم اوف يعني ديفينيشن اوف ganglion؟ بيكون تقريبا في الهيلينج بتاع النيرف تقريبا كان بيعمل زي الجاي مش عارف. لا بص الجانجلين ده حاجه من برده من ال... ايه ساينوفيوم بيعمل زي سيست كده بالظبط، بيبقى فيها فلويد بالظبط بالظبط، برده جزء من الاوفر يوز انجري بيحصل يعني اكيوميليشن اوف فلويد بتعمل سمول ساك او سيست، ودايما دايما بتبقى مرتبطه بجوينت او تندن، عشان كده برده اللي هيشوف فيكو جانجلين اي حد يعرفه او في بيشنت موست اوف ذا كيسز هتلاقيه دايما دايما في الدورسال اسبكت اوف ذا ريست. خلاص دكتور، هي مش مره اللي هي دكتور شخصها غلط وكانت انيوريزم ومات عيان سوا؟ انا ما سمعتش الموضوع ده قبل كده، بس يعني الدكتور اللي يتلخبط ما بين جانجليون وانيوريزم يعني ما يستحقش يعيش. هي كان فيها بلس وهو تقريبا ما خدش باله وفتح حاله عادي وفضل ينزف حاجه. الحقيقه انا اي دونت في كل يعني القصة دي انا ما سمعتهاش، بس الجانجليون ليها اماكن معينه، يعني انا كل الجانجليون اللي انا شفتها كانت في دورسال اسبكت اوف ذا ريست، بتبقى يعني زي لمب كده صغيره كومبريسبل لان هي بتحتوي على فلويد، بتيجي من ايه برضو بتيجي من اكسسيف ريست اكستنشن. يعني كل الحاجات دي بتتشاف فعلا في الستات يعني اللي هم يعني ربات البيوت اللي بيشتغلوا في البيت كتير. اكستريملي بيناين كونديشن، لما بتكبر زياده عن اللزوم او بتبقى ريبيتد ممكن برضو الاول ممكن مبدئيا ممكن مثلا الفلويد ده بس يتسحب، لكن في برضو ممكن سيرجيكال ريموفال مفيش مشكله. يعني بناين وموست اوف ذا تايم بين ذس باي ذا واي، مش لازم تبقى بينفل. الدوبوترنت كونتراكتشر متهيالي انه حد كلمته عنها دكتور. هي الجانجليون سيست دي هي البيكر سيست ولا دي حاجه ودي حاجه ثانيه؟ لا طبعا الساينوفيال فلويد سيست. لا 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 خالص، الترو بيكر سيست ده الاكيوميليشن اوف فلويد ات ذا باك اوف ذا ني، والترو بيكر دي بتبقى موجوده في الروماتويد في البوبليتيل فوس في الروماتويد، حتى اسمها ترو بيكر سيست تمام. دي قصه ثانيه خالص، والديفرنشال دايجنوزس بتاعها قصه ثانيه خالص انكلودنج الدي بي تي وقصص. دكتور هو قصده ان هي نفس الباثولوجي بس مكان مختلف؟ لا لا ليه لان الترو بيكر سيست ده يعني مرتبطه بالجوينت نفسه خلاص، ده اكسترا فلويد اكيوميليشن في الجوينت تمام، فبيلاقي سبيس اللي هو البوبليتيال فوسا فبيتجمع فيها. الجانجليون ده حاجه اسمها يعني ريبيتيتيف ستريس فبتطلع كده جنب الجوينت او جنب التندون خلاص، ملهاش اي علاقه بالقصه بتاعه البيكر سيست. الدوبوترنت برضو يعني طبعا في برايمري دوبوترنز او ايديوباثيك دوبوترنز، بس برضو الدوبوترنز اللي احنا بنشوفه اكتر بيبقى في الدايابيتكس، ونفس الفكره اللي احنا قلناها في اول المحاضره الباثولوجي بيدور في الاخر حوالين الاكيوميليشن او الجلايكيتد اند برودكت، لما بتحصل في النيرف او في التندنز او في الشيث بتعمل ال thickening ده أو loss of function ده خلاص، بيحصل very gradual thickening of the subcutaneous connective tissue الفاشية، فالأول بتبتدي كده يعني بنوديول أو نود كده عقد كده في البالم of the hand. الموضوع لما بيبقى severe بيوصل لمرحلة إن العيان بيتني يعني بتعمل flexion contraction، العيان ما بيقدرش يفرد إيديه خلاص. ادينا فكرة بسيطة برضو عن الهاند osteoarthritis. الحاجة بصوا أنا أول ما عملت السلايد دي كنت كاتبة الكولي ستراكتشر أول واحد خلاص، وبعدين يعني لما جيت أقراها كده النهاردة لقيت إن التشخيص سهل يعني
بالظبط انا ازاي هحط حاجه زي دي عماله بتكلم فيها، يعني انا بتكلم في الاذر كوز دي بقالي 9 ساعتين، ازاي هحط الكوليس فراكشر اللي هو ده عيان اكيو تروما جاي لي ومعروف العيان اللي يقول لك ايه انا وقعت على اوت ستريتش ثاني خلاص فكسرت الديستال اند اوف ذا ريديس اند اند شكرا انا معلش هتلخبط بس انت لما تيجي برضه تمسك تكست وتقرا الديفرنشال دايجنوستس اوف ريست اند هاند بين يعني هتلاقي ده موجود خلاص فانا يعني اتليست احنا نحطه في الاخر خلاص ده شكل الكوليت اكتر فولينج اون اوت ستريتشد هاند ده بص بقى يعني الدكتور اللي كان بيتكلم على الجانجليون ده شكل الجانجليون اي اسيوم ان اللي سأل على البيكر سيست ده اتشرح له البيكر يعني شايف البيكر سيست شكلها ايه ده ديس لوك لايك حاجه سيميلر للبيكر سيست لا مفيش خالص تمام الصوره دي ده شكل النود والكونتراكتشر اللي موجود في الدوبوترين الدوبوترين ات ادفانسد ستيجز زي ما قلنا بيعمل بيوصل لمرحله فليكشن كونتراكتشر عيان مش قادر كورد لايك فراكشر بالظبط هي نفس اللي انت قلته ده نفس الصوره دي بالظبط اخر حاجه خالص الهاند اوستي ارثرايتس زي ما اتفقنا يعني اهم حاجه ان هو بيأثر في البيزل joint of the thumb اللي هو الـ CMC ولما بيأفكت الـ small joint بيأفكت الـ CIP بيعمل حاجة اسمها Bouchard node لما بيأفكت الـ ZIP بيعمل حاجة اسمها Burden node بس مش مطلوب منكم تعرفوا أكتر من كده خلاص؟ دكتور هو الـ Dobutrin بيinvolve بس الـ medial fingers؟ لا بس بيبتدي فيهم بتدي بالليتل فينجر صح؟ بيبتدي بيهم تمام هو معلش الدوبوترينز ده حضرتك ما سمعتش بس ممكن انفولف الهول هاند طبعا بس بيبتدي بالمنظر ده بيبتدي يعني بيبتدي بالليتل والرينج في حد كان بيقول هو ما سمعش حاجه معينه ليها علاقه بالدوبوترينز هو ليه الدوبوترينز حضرتك قلت بيحصل ليه اصلا بص في كوزز كتير اولا الديباسيك اللي هو خلاص لا يعني كتير بلاش لا ثواني بس يعني انت يعني انا بالنسبه لي لما تعرف ان الدوبوترينز من الماسكلوسكيليتال كومبليكيشن اوف دايابيتس خلاص وان هو موجود مرتبط باي ذا واي يعني في الويسترن كونتريز مرتبط بالالكوهول تمام الكرونيك الكوهوليكس لو وصلوا للاولد ايج ممكن يبقى عندهم دوبوترينز بس يعني انت لو عرفت بس ان هو مرتبط بالديابيتس يبقى تمام جدا من الماسكليتال كومبليكيشن مش مانيفيستيشن كومبليكيشن اوف دايابيتس تمام معلش احنا نفرق ازاي دوبوترينز من تريجر فينجر طيب التريجر فينجر اولا الدوبوترين لما خلينا نرجع للسلايد اللي قبلها الدوبوترينز حد واخد باله ان هو بادئ في البالم اوف ذا هاند هو بادئ في الفيشيا of the palm of the hand تمام؟ بادئ بالفالم مجدي اقفل المايك يا مجدي ومجدي نام ولا ايه؟ انا لسه شايفة الفيديو ده على الفيسبوك من يومين والله العظيم طب تلبسني وخلاص بيلبسني وخلاص هو لسه سائل سؤال اصلا انا يعني انا سمعته يعني مش ولا ده نفس الفيديو بالظبط احنا عندنا كل حاجه المهم بصوا واخدين بالكم ازاي بادئ في البالم يا جماعه انتوا كلكم بقيتوا مجدي ونمتوا ولا ايه لا لا واخدين بالنا طيب هي نود يعني نود وكورد لايك ستراكشر زي ما في دكتور فيكو قالها يعني برافو بتبتدي في البالم اوف ذا هاند خلاص ممكن توصل للفينجر من كتر ما يا جماعه البالم اوف ذا هاند هو ده اللي معدي فيه التندن اللي رايحه للفينجر فدي لما تبقى ثيكن خلاص وستريتشد طبيعي هنشوف المنظر بتاع الفليكشن والفليكشن ده لما يطول 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 هيتحول من كونتراكشن لكونتراكتشر تمام لكن انت عايز تقارن لي ما بين ده ما بين التريجر فينجر باي ذا واي عايز اقول لك على حاجه التريجر فينجر الاسم الثاني له برضه ستينوزنج سينوساينوفايت برضه خلي بالك بس فين في الرينج برضو في الرينج طب
هو انا ما اعرفش الموضوع وصل يعني تفاصيله للبولي سيستم اللي ما بين ال A1 بولي عند وبيأفكت مالي الرينج فين. انا بقولها وخايفه اقولها. لا معاكي معايا حضرتك كده. طيب تمام خلاص. طب انت عايز تقارني ما بين الباثولوجي ده والباثولوجي ده؟ اقول لك على حاجه. الباثولوجي قصدي سيمبتومز لو عيان. انا لسه كنت هقول لك فروم كلينيكال. الفكره اصلا عيان الدوبوترنز هيجي لك بالمنظر ده بالظبط. ولو جالك في ايرلي ستيج انت هتفتح البالم وبيز هاند هتحس كده ان هي باكر سيكند وفيها, ولو مسكتها هتحس كده ان في نود تحت ايديك. عيان التريجر فينجر هتقول له اتني صباعك هيجي يشتكي لك. هو اصلا انت مش هتقول له, انا عارف هيقول لك ايه. هيقول لك بص دكتور انا جت لي صباعي اجي افرده بحس كده يعني بنقره كده في صباعي وجع بس خلاص ده هو كده بيقولك انا عندي. انا يعني مفيش حد في الحياه ممكن يتلخبط في تشخيص تريجر فينجر لان دي الحاجه اللي العيان بيقولها لك. ده بالعكس يعني ده هو العيان يعني يجي عيان يقول لك ايه بص كده دكتور انا هو يعني انا هوهتني صباعي عادي مفيش مشكله اجي افرده. عارف دايما يقول لك ايه اجي افرده اضطر استعمل ايدي الثانيه عشان افرد الصباع. تمام مفيش مجال للخبطة ما بين الحاجتين دول. أنا فاكرة أول ما ابتديت المحاضرة من 10 ساعات إن أنا قلت أخلوا الأسئلة في الآخر بس للأسف أنتوا وقعتوني. طبعا إحنا عملنا تزيد بالنسبة يعني للأسف يعني. فأنا أسفة جدا إن أنا طولت عليكم وأنا أسفة لو كنت ضيعت يعني وقتكم. لا والله تستنج جدا الله يخليكم. اتفضل دكتور ماشي. هنسأل بس أنا مش فاهم بالظبط الميكانيزم بتاع الباثولوجي بتاع الديكرفان. طيب دكتور احنا قلنا عليه ستينوزنج تينوساينوفيتس زي تريجر فينجر صح؟ ولا ايه؟ وبالمناسبه يعني هي نفسها بس دكتورة. في الثم؟ لا هي مش نفسها بس في الـ في الـ في الثم. عشان اللخبطه انا هشيل ستينوزنج وهنقول انه تينوساينوفيت. ايه رايك؟ حلو بس هي نفس الحاجه يعني ولا ايه؟ يعني انت قال حلو قال حلو ليه يعني انا بقول ايه رايك؟ انت اللي تقولي نسيبها ولا نشيلها؟ هتفرق ايوه طبعا. لو دي حاجه هتلخبطك وتخليكي تفكري ان الذكر فان باي حال من الاحوال شبه التريجر فينجر هشيلها. يعني هو مش شبهه؟ يا دكتور بتتكلم مني على الباس ستولوجي ان هو الاند ريزلت في الاخر وصل لنا تينو ساينوفايتس. احنا هنشيل كلمه تينوزنج ونفكر ان هو تينو ساينوفايتس الشيف بتاع الشيف بالظبط. فانا مش عايزه اعرف عن الذكر بقى. خلينا نمشي خطوه خطوه عشان برضو الدكتور اللي قال انا مش فاهم الباثولوجي بتاعه. تينو ساينوفايتس يعني ايه؟ تينو ساينوفايتس يعني انفلاميشن في الشيف اوف ذا تندن. طيب ذكر فان تينو ساينوفايتس فين التينو ساينوفايتس؟ في البيزل aspect of the thumb تحديدا في الاكستنسور بولش بريفز والابدكتور بولش لونجز. لا في الفيرست دورسال كومبارتمنت او اكستنسور كومبارتمنت اوف ذا ريت. تمام. ليه؟ لانه على فكره احنا عندنا كمان احنا تقريبا عندنا 8 زونز او كومبارتمنت في الفلكسور اسبكت. لا 8 اعتقد مش يعني مش فاكره بس اعتقد ان في 8 في الفلكسورز و6 في الاكستنسور. لا بالنسبه كده هي الكلمه تتقال كده بالظبط. خلاص طيب احنا المكان اللي بيحصل فيه المشكله دي مكان فيري موبايل. يعني خلي بالكم من حاجه العيان عامه لو هيجي يشتكي من ماسكولوسكيليتال كومبلين في الابر ليم موست اوف ذا كيسز هتبقى اراوند ذا هاند اند بس. لان انتوا لو ركزتوا انتوا هتلاقوا دول اكتر مكانين بيتحركوا في الابر ليم. انت بتحرك قلبه ان كومباريزن تو يور ريست كم مره. مور اوفر انت بتحرك your shoulder comparison لل rest and hand كم مرة؟ ال rest اكتر طبعا. احنا ال shoulder وال اعتقد بالعكس المفروض ال shoulder
الو دكتور حضرتك سمعنا؟